مساء الخير. الأسبوع اللي فات اتكلمنا مع حضراتكم على فكرة الدواء، وكانت البداية الحقيقة أو اللي فجر الموضوع السيد نقيب الصيادلة واستقالته دكتور محي الدين عبيد. ولما اتكلمنا معاه على الهواء على أسباب الاستقالة، فالرجل تحدث بمنتهى الشفافية ومنتهى الانفتاح والمصداقية أمام الناس وأمام المواطنين اللي بيسمعوه، وتحدث عن أن في مشكلات في الدواء، ووصف حتى الأمر ووصف منظومة الدواء في مصر بالفساد، وأنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد أكثر من جهة، سواء الجهة المشرفة على مسألة الدواء في وزارة الصحة، الجهات المشرفة عليه في وزارة الصحة، أو شعبة الموردين والمصنعين وشركات الأدوية اللي بتشتغل. الحقيقة الرجل اشتكى من هذه المنظومة، بل ووصل به الأمر على الهوى هنا في البرنامج، انه قال باللفظ ان اللي حاصل بسبب منظومة او فساد منظومة الدواء، المشكلات اللي وصلنا ليها في بعض الامراض، وضرب مثال بمرضين خطيرين، امراض الاورام عند الاطفال وسرطانات الاطفال او سرطان الاورام او الاورام عند الاطفال عفوا، والفشل الكلوي. وقال ان دول سببين مباشرين للفساد في منظومة الدواء، وقلنا له لا، لازم تيجي حضرتك هنا الاستوديو، ولازم حق المشاهد اللي قاعد بيتابعنا دلوقتي وكلنا بنستخدم الدواء المصري وملناش بديل غيره الحقيقة، وما عندناش أي بديل غيره، لازم الناس تعرف، ولازم يكون في مواجهة ومكاشفة ومصارحة. عشان كده النهاردة نقيب الصيادلة دكتور محي عبيد هيشرفنا النهاردة في فقرة حوارية هامة جداً، وهتكون المنظومة كلها أمام حضراتكم. هيكون أمام دكتور محي عبيد، هيكون الدكتور ماهر الدمياطي مقرر لجنة إعداد مشروع قانون الهيئة العليا للدواء في وزارة الصحة، وهيكون دكتور هشام ثروت هو رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات. ومن الأطراف الحقيقة الدكتور عبيد كان وجه ليها الاتهام في هذه المنظومة، وكمان دكتور عصام القاضي عضو لجنة الصيادلة في مجلس النواب، عشان نفهم إيه اللي بيحصل في منظومة الدواء المصري. كان المفروض في خطوات اتخذت في هذا الموضوع، وكان في شهر 5 اللي فات شهر مايو وزارة الصحة أو كانت قررت يعني أنها ترفع أسعار الدواء 20% اللي هي أقل من 30 جنيه، يعني علبة الدواء أقل من 30 جنيه هتزيد بنسبة 20%، ولكن واضح أن ما كانش فيه وضوح في القرار، واضح أن ما كانش فيه متابعة أو رقابة أو إشراف، فلقينا أن الصيدليات بترفع أسعار الدواء الحقيقة بشكل جزافي وشكل مبالغ فيه، سواء الأقل من 30 أو اللي فوق 30، ناس زودت على الشريط، يعني العلبة لو فيها شريطين زودوا على الشريط، لما اروح اشتري شريط كراجل يعني يدوب هي مقدرتي ان انا اشتري شريط، بيحط لي 20%، فحين 20% كانت على العلبة كلها، يعني 10% على الشريط، ولو العلبة فيها اكتر من شريط مفروض تتوزع، فهو لا، بيحملني زيادة على الشريط، بيحملني زيادة على انواع من الادوية المفترض ان هي خارج هذه الزيادة. ولكن الحقيقة واضح ان كان في مشكلة. المشكلة الثانية ان وزارة الصحة لما قالت هذا القرار، او الحكومة لما اعلنت هذا القرار، كانت امهلت المصنعين وشركات الادوية مهلة 3 شهور، ان هم احنا هنزود لكم الاقل من 30 جنيه هيزيد 20%، عشان انتوا بتقولوا والله لا ده احنا عندنا ده مش مكفي، وده عامل لنا مشاكل وعجز، وممكن نوقف خطوط انتاج، واحنا كده بنخسر. طيب الاقل من 30 جنيه يا سيدي هيزيد 20%، بس في المقابل لو سمحت عندك انواع من الادويه واصناف من الادويه مش متوفره، بنتكلم في حوالي 6000، ده اللي اترفع اسعاره 6800 نوع، عندنا نقص في 1740 دواء، 1740 دواء منهم حوالي 200 نوع دواء في غايه الاهميه للناس. كانت المهله 3 شهور، من شهر 5 تنتهي في شهر 8 اللي احنا فيه، واللي فاضل فيه تقريبا اسبوع، لكن حتى الان لا يبدو انه حصل توفير لهذه الادويه الغير متوفره في السوق او الناقصه من السوق. فالناس اصبحت دلوقتي ارتفعت الاسعار في الدواء بشكل عشوائي، بغير الشكل اللي كانت بتتكلم عليه وزارة الصحة، بغير الطريقة كانت بتتكلم عليه وزارة الصحة، وما حصلش توفير في الدواء بالشكل المطلوب. لا، والمصيبة كمان اللي فجرها الحقيقة نقيب الصيادلة دكتور محي عبيد، هي وجود الأدوية المغشوشة الموجودة في السوق، وجود تدوير للأدوية منتهية الصلاحية اللي بتتاخد
من على الأرفف في الصيدليات، مفروض ان الصيدلي بيحطها في كرتونة وبيكتب عليها كده منتهي الصلاحية، على اعتبار ان شركة الأدوية سين اللي نزلت له الدواء ده هيجي المندوب بتاعها بالعربية يقف قدام باب الصيدلية ياخد الكراتين دي يرجعها للشركة، والصيدلي لا يتحمل شيء، ولكن الصيدلي بيعمل دوره. ولكن شركة الأدوية أو الموزع يعني بتاع شركة الأدوية ما بيروحش يمر على الصيدليات تاني يلم الأدوية منتهية الصلاحية. فهنا بقى بيحصل تسريب، بيجي سماسرة بياخدوا كراتين الدواء منتهي الصلاحية تروح لمصانع بير سلم، بمعنى كلمة بير سلم، بتضرب تفك الورقة بتاعت الدواء أو تفك الشريط وترجع تاني تعبيه وتضرب عليه تاريخ تاني خالص للصلاحية، يديك العمر كمان سنتين قدام ولا كمان سنة قدام، ويطلع ان هو دواء جديد، وللأسف صيدليات بتاخده بتبيعه للناس وهو في النهاية دواء منتهي الصلاحية. وزي ما قال دكتور عبيد على الهوا معانا وهنسمعكم اللي قاله، قال ان ده في النهاية لا يستبعد ان هو يكون وراء الامراض اللي انتشرت في السنوات الاخيره زي اورام الاطفال، سرطانات الاطفال المتعدده، وزي امراض اخرى زي الفشل الكلوي. موضوع مهم جدا وهنفتحه النهارده من اطرافه المتعدده ان شاء الله في فقرتنا الحواريه. الموضوع ده ما كانش هيتفتح لو ما كانش فيه شفافيه. موضوع القمح وفساد القمح ما كانش هيتفتح إلا لو كان في شفافية ونية لمحاربة الفساد ومكافحة الفساد على مستويات متعددة. النهاردة الحقيقة في هذا الإطار الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى برؤساء تحرير الصحف القومية الثلاثة. كان الحوار الحقيقة مفتوح أمام السادة الكرام الأستاذ ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والأستاذ محمد عبد الهادي علام رئيس تحرير الأهرام، والأستاذ فهمي عنبة رئيس تحرير الجمهورية. تم حوار بشكل واضح حول موضوعات الحقيقة اللي بتشغل بال الرأي العام في الفترة الأخيرة، اللي معظمها بالقطع بيكون شق اقتصادي، شق الأسعار، شق الدعم، فاتورة صندوق النقد، الإصلاح الاقتصادي اللي البلد داخل عليه في الفترة المقبلة، كمان في تطورات سياسية حاصلة في البلد، تطورات سياسية حاصلة في الإقليم اللي احنا عايشين فيه وفي العالم. طبعا يعني ما دار من نقاش مع رؤساء تحرير الصحف القومية الثلاثة هينشر ابتداء من بكرة بإذن الله، وإحنا هنا في البرنامج بنعد حضراتكم بتغطية شاملة لهذا اللقاء وتصريحات السيد الرئيس والموضوعات اللي اتكلم فيها. ولكن يعني من بين ما تم تطرق ليه، الرئيس قال إن القرار المصري هو قرار وطني وقرار مستقل بشكل مطلق، وقال نعطي الأتراك الوقت لتصحيح مواقفهم. حضراتكم عارفين إن بتطلع إشارات أو طلعت إشارات من أنقرة في الأسابيع الماضية وحتى الأيام الأخيرة من المسؤولين الأتراك على رأسهم رئيس الوزراء الحقيقة، كانت بتشير إلى فكرة إن ممكن يعني يكون في خطوات، وإحنا عايزين نتحرك مع القاهرة في خطوات متقدمة ونحسن تاني مستوى العلاقات مع القاهرة. تلاقيهم مرة بيشتغلوا بالشكل ده ومرة تانية يقولك عايزين نعمل ده بس مش عارف يقل إيه ويفرجوا عن الإخوان ويعملوا ويسووا. يعني الحقيقة تركيا إحنا ما بنتكلمش في الموضوع، ولكن تركيا هي اللي بتاخد خطوات في هذا الأمر. كمان الرئيس قال إن شاء الله قد تكون عودة السياحة الروسية لمصر قريبة جدا. وكمان شدد الرئيس في حواره على ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ابلغوا استعداده لاستقبال ابو مازن ونتنياهو لمباحثات مباشره في موسكو. ده بالطبع الى التوقع الخاص بعوده السياحه الروسيه قريبا لشرم الشيخ او لمصر ان شاء الله بصفه عامه قريبا. بكره ان شاء الله هيكون لنا وقفه مطوله مع ما جاء في حديث الرئيس، واللي هيبدا ان شاء الله نشره بقى الصحف الثلاثه تنشره ان شاء الله استعدادا ابتداء عفوا من بكره. النهارده وزاره الزراعه الحقيقه والهيئه العامه للخدمات الحكوميه اقامت اول مزاد للاراضي اللي تم استردادها، الاراضي اللي كانت منهوبه ومغتصبه من قبل البعض الحقيقه ممن سولت اليوم انفسهم ان هم يستغلوا حاله الضعف اللي كانت بتمر بيها البلد طول الخمس سنين اللي فاتوا، حطوا ايديهم على اراضي في اماكن حيويه من اغلى الاراضي وافضل اراضي
سواء على طريق مصر اسكندريه الصحراوي، في السادات، في وادي النطرون، في البحيره، في اماكن كتيره جدا تم استرداد جزء كبير من هذه الاراضي زي ما تابعنا مع حضراتكم امبارح. وكان معانا الاستاذ احمد ايوب المتحدث باسم لجنه استرداد الاراضي، وذكر هذه الأراضي الحقيقة 37,000 فدان. النهاردة تم بيع 12 قطعة من الأراضي الزراعية بمساحة تقدر بحوالي 1124 فدان. بلغت حصيلة النهاردة فقط في البيع، بلغت الحصيلة واللي هتروح لصندوق اسمه حق الشعب ترجع فيه كل هذه الأموال الخاصة بالأراضي اللي اتسرقت، هترجع وهتتباع في مزاد علني شفاف زي اللي حضراتكم شايفينه على الهواء مباشرة. شوفوا كل التلفزيونات بتاعة مصر بتصور من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، يعني كله زي ما بيقولوا كده على عينك يا تاجر، مزاد علني بمنتهى الشفافية. مفيش حتة أرض بتتباع في المكتب وهم قاعدين مع بعض، فيش حتة أرض بتتباع في مطعم ما أو مكان ما في أوتيل 5 ستارز، مفيش الكلام ده خلاص، كله قدام الناس، كله متصور بحلو بمره، بإيجابياته بسلبياته، بنظامه بغير نظامه، كل حاجة زي ما حضراتكم شايفين مزاد علني أمام الجميع. النهاردة الحصيلة زي ما قلت لحضراتكم تقترب من حوالي 282 مليون جنيه، دي نتيجة بيع 12 قطعة من الأراضي الزراعية بقيمة إجمالية لهذه الأراضي حوالي 1124 فدان. تم بيع 12 قطعة في أماكن الحقيقة كتير جدا، منها مثلا يعني 24 فدان وشوية في السادات، سعر الفدان كان 175,000 جنيه، الحصيلة كانت 4,300,000 جنيه. أربع قطع مغتصبة كانت في وادي النطرون في العالمين منطقة واحد، 100 فدان بسعر 80,000 جنيه للفدان، إجمالي 8 مليون. وهكذا الحقيقة في أماكن أخرى مختلفة، جنوب وادي النطرون كان في أربع قطع بمساحة 100 فدان للقطعة الواحدة، سبع قطع بالكيلو 56 مصر اسكندرية الصحراوي مساحة القطعة الواحدة 100 فدان. حقيقة أمور في تم بيع قطعة واحد مساحة 100 فدان و15 سهم بسعر الفدان 352,000 جنيه بإجمالي ما يقرب من 35 مليون. الحقيقة شيء ممتاز جدا ونحيي عليه الحقيقة كل القائمين على هذا الأمر. معانا على التليفون، طيب نروح للتقرير، نروح للتقرير وبعد كده نستقبل التليفونات على هذا الموضوع المهم. مشاحنات وإقبال كبير شهده أول مزاد علني لبيع أراضي الدولة المستردة الذي أقيم اليوم بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة. تضمن البيع بيع 1000 فدان مقسمة إلى 15 قطعة تقع في وادي النطرون بمحافظة البحيرة وطريق مصر اسكندرية الصحراوي ومدينة السادات. سمعت عن مزاد في أراضي فجرنون؟ ماشي، ورحت قدمت امبارح دفعت التأمين، ماشي، والتأمين انا 5%، ماشي، وبيوصل 7% لما يرسى على المزاد، بس انا الحمد لله ربنا كرمني والمزاد رسى عليا، ماشي، بس ودفعت التأمين وهبدا بفاجراتي ان شاء الله في فاجرات البيع. انا خدت 260 فدان، سعر الفدان بيتراوح ما بين 60 و 75,000 الفدان، في الحته دي بيسوى 20,000، بس احنا خدنا ليه؟ علشان ده اول مزاد يحصل سحب اراضي الدوله. أأمن حاجه تاخدي منها الحكومه، هو بتحمي الناس وبتعمل بيع الحاجة، هتحميها هي ياخدها من الناس وبعتها، هتحمينا وهتحمي الأرض واحنا نحميها برضه. ويعتبر المزاد هو الأول في سلسلة مزادات ستجرى خلال الفترة المقبلة لبيع أراض تم استردادها من خلال لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها التي تبلغ مساحتها 37,000 فدان تم اغتصابها من أراضي الدولة الصحراوية. احنا جينا تقدمنا والإجراءات هنا كانت سهلة جدا، ودفعنا التأمين واشترينا كراسي الشروط ب 1100 جنيه كراسي الشروط لكل قطعة يعني، وجايين دلوقتي من زيادة على قطعة، وإن شاء الله يعني ربنا يكرمنا ناخد حاجة يعني فيها إن شاء الله. 24 فدان، الفدان ب 175,500، نعمل مشاريع مواشي ودواجن ونزرع الباقي الأرض، الأرض الباقي. ويأتي مزاد الشعب على أراضي الدولة المنهوبة كأول رد فعل حاسم للجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، خطوة مهمة تعيد للدولة هيبتها وسيطرتها على أراضيها مرة أخرى. نسرين فؤاد، هنا العاصمة. الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين طبعا جزئية الشفافية والإفصاح والإعلان وكله قدام الكاميرات
والكله بينقل على الهواء. الحقيقه بمنظر الحقيقه مبهر، لكن كمان شوف حضراتكم كم من الناس، يعني كم من الناس اللي راحه ومقبله على هذا الامر، والناس حاسه ان في شيء جد بيحصل، الناس حاسه ان في شفافيه، الناس حاسه ان هي والله ده شيء واضح، يعني زي ما المتحدثين كانوا بيتكلموا ان الاجراءات واضحه، على الرغم يعني ما كانش في من فتره كبيره يعني استعدادات كبيره للموضوع ده، ولكن واضح ان في مردود ايجابي عند الناس لما شافت ان في وضوح وشفافيه في مساله بيع الاراضي المغتصبه اللي الناس كانت حاطه ايديها عليها عنوه او لي ذراع للدوله. الحقيقه معانا على الهاتف المهندس ايمن جوهر رئيس هيئه الخدمات الحكوميه. باشمهندس ايمن اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. انا الارقام اللي قلتها بنتكلم في 1124 فدان تقريبا، مش كده يا فندم؟ النهارده في حدود حوالي 880 فدان ان شاء الله باذن الله. الحمد لله ربنا يعني وفقنا وبعناهم كدفعه اولى من فعاليات اللجنة استرداد أراضي الدولة اللي صدرت بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016. طيب يعني بنتكلم يا فندم عشان الارقام تبقى دقيقه، لان اللي كان نشر الحقيقه وكان اعلن بعد المزاد ان هم 1124 فدان. لا بالظبط، هم بالظبط حوالي 880 فدان يا فندم. جميل. موزعين على ثلاث مناطق، بعضهم ثمان قطع في المنطقه بتاعت كيلو 56 يمين للطريق. وخمس قطع في العالمين، طريق العالمين في كيلو 15. ايوه فندم. قطع في مدينه السادات. تمام. الحصيله الحمد لله 164 مليون جنيه في بيع الاراضي كلها. طيب ممتاز. الحصيله يا فندم الاجماليه للنهارده بنتكلم في 282 مليون جنيه ولا لا؟ 164 مليون جنيه. طيب 164 مليون جنيه حصيله البيع. ده بالنسبه للنهارده الدفعه الاولى من دفعه لجنه استرداد اراضي الدوله. طيب الفكره يا فندم الشفافيه يا فندم، حرصتوا ازاي ان يكون الامر ده زي ما بيقولوا في المزاد كده على عينك يا تاجر؟ ايه هي الضمانات يا فندم؟ احدى طرق البيع هي البيع بالمزاد، والمزاد هو اكبر طريقه توضح الشفافيه والمصداقيه، لان الموضوع كله من خلال كراس شروط مسبقه نازله في الاعلان موضح فيها الاجراءات وموضح فيها ايه اللي مطلوب وموضح فيها كيفيه الدفع وموضح فيها الطريقه والناس بتعين المكان وتيجي تتزايد على قطع الارض. طيب فكره يا فندم امبارح كنت بتكلم مع الاستاذ احمد ايوبي المتحدث الرسمي باسم لجنه استيراد الاراضي، فكره التمكين، فكره التمكين، لان حضرتك عارف ان بيبقى فيه ممكن اروح في منطقه نائيه اخد حته ارض عشان استصلحها، لكن يطلع لي واحد كده من تحت الارض بقول له انا اشتريت من الحكومه، يقول لي لا والله ده احنا لينا كمان سعر تاني ويدفع، والراجل الشاب اللي راح يزرع ده اللي حط فلوسه فيها ما يعرفش يدخل فيها جرار ولا يحط فيها محرات، فايه الظروف يا فندم؟ هتمكنوه ازاي؟ لا يا فندم زي ما حضرتك قلت في الاول، هو البزاد بيؤكد عوده هيبه الدوله مره اخرى. ممتاز. ان شاء الله مسؤول عن كل قطعه ارض ستسلمها للمشتري وستتساعده بكل الامكانيات، لان دي بالسبيل ده هو المفروض انه هيشغل الشباب وهيزرع وهيساعد في سد الفجوه الغذائيه اللي كلنا دلوقتي بندور عليها. ده كله ما فيش شك انه بيساعد على زياده الناتج المحلي الاجمالي للبلد، وبالتالي بيساهم في التنميه المستدام. طيب عشان برضو نكون واضحين، الاراضي يا فندم اللي تم سحبها دي ناس كانت واخداها غصب وغصب واقتدار يعني، وكانت مسقعاها مش كده يا فندم؟ اي مبالغ للدوله يا فندم؟ دول دفع اي مبالغ للدوله. مظبوط، ولكن الاراضي دي كانت متسقعه. لا متسقعه ده لو كانوا هم التمرير، لما كانتش اللجنه صدرت وصدر بيها قرار وابتدت في عملها من خلال منظومه تعطي المثل لكيفيه العمل الحكومي المنظم. لا انا قصدي يا فندم اللي كانوا واخدينها، اللي كانوا مغتصبين الاراضي كانوا مسقعينها يعني. كانوا مسقعينها فاكرين انهم ممكن يبيعوها. على اعتبار الدوله هتنيها نايمه في العسل ويقدروا يبيعوا بقى باضعاف يعني. مظبوط يا فندم. طيب ايه بقى الضمان يا فندم؟ اعتقد يعني ان اللي راح يشتري الشاب الجميل اللي كان ماسك الشنطه ده وطالع عشان رسي عليه المزاد، اعتقد الناس دي مش راح تسقع ارض، راح تنتج، راح تزرع. وبعدين اهم من الاشياء هي متابعه الاشياء، يعني لازم نتابع ونشوف الراجل اللي ادينا له الارض ده هل استغلها الاستغلال اللي احنا بيعناها له على اساسها. هو في شرط يا فندم في العقد؟ مظبوط يا فندم، في العقد منصوص انها لازم تستغل في الزراعه، كل ده زراعه. وعايز اقول لحضرتك ان اللجنه استردت 63,000 فدان، ده باقوره استرداد الارض
غير 7000 فدان استرددتهم طيب. من اراضي لاراضي هيئه المجتمعات العمرانيه. طب ده كلام ممتاز، يعني حضراتكم شرطين على اللي رسي عليه المزاد وشرح حته الارض ان دي نشاط زراعي، يعني يزرع. احنا بنبيع لصالح بنبيع لصالح هيئه التعمير والتنميه الزراعيه، والعقد سيكون من خلال هيئه التعمير والتنميه الزراعيه. يعني ما نتوقعش يا فندم كام فدان من دول مثلا نبص نلاقي قطعه ارض مثلا اتبنى عليها مول ولا اتبنى عليها حاجه، شايفين شنطه الفلوس. يعني ده واحد شايفين رسى عليه المزاد ومعاه ما شاء الله شنطه سفر كده مليانه فلوس وطالع يخلص بعد ما رسى عليه المزاد. الناس كانت جاهزه، يعني الناس كانت جاهزه واضح يا فندم. والناس كانت سعيده، وكانت سعيده انها بتعمل حاجه لصالح مصر لصالح حق الشعب، لاننا اول ما بدانا اللجنه طيب. عملنا حساب خاص سميناه حساب حق الشعب، ووضع تضع فيه كل هذه المبالغ للتصرف بيها معرفه اللجنه القياده السياسيه واللجنه التزايد الاراضي. ممتاز، اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا للمهندس ايمن جوهر رئيس هيئه الخدمات الحكوميه، شكرا لحضرتك. واروح للاستاذ احمد ايوبي المتحدث باسم لجنه استرداد اراضي الدوله. استاذ احمد مساء الخير. مساء الخير يا استاذنا، يعني بنقول مبروك لمصر اول حصاد في اراضي الشعب. والله خدتها من على لساني، كنت لسه عايز اقول لك مبروك يا استاذ احمد والله. لا ما انت انا لازم ابارك لك عشان انت واحد من الناس اللي دعموا وقفوا معانا طوال الفتره الماضيه، وقدرت توصلوا للناس ان هذه اللجنه مش جايه ابدا تتعنت مع احد، وانما جايه تاخد حق الناس. ده كان دوركم يا استاذ عمرو، وانتوا بصراحه اديتوه معانا بنجاح وبوطنيه شديده جدا، ودعمنا وسندنا في ان احنا نوصل للناس باسرع وقت. وبنشكركم كمان على الشكل اللي طالع بيه شكل المزاد ده، شيء فعلا يشرف، يعني الحمد لله. والله يعني من ظاهر الامر في ثقه في نظام في شفافيه. اللي يعني بقول لحضرتك انت كان معاك على التليفون الثاني حد من الناس اللي انا بعتبرهم وطنيين بجد، استاذ ايمن جوهر. هذا الرجل لديه قدر كبير من الحماس والوطنيه والفهم لاهميه الدوله ومسانده الدوله، عشان كده هذا الرجل يعني بذل مجهود جبار عشان يخرج المزاد بهذا الشكل. فعايز اقول لك احنا الصبح وانا واقف انا وهو بقول له يعني ان شاء الله تتمنى المزاد يطلع بالشكل كويس، قال لي ان شاء الله هيطلع كويس. والحمد لله عدد الناس اللي دخلوا واللي زايدوا، والمنظر اللي كان منظر عبقري النهارده، مصريين بيزايدوا من اجل الحصول على اراضي لاستثمارها. خلي بالك يا استاذ عمرو، الرقم اللي قاله الاستاذ ايمن اللي هو 164 مليون ده، الناس قبل ما تدخل المزاد الناس اللي كان بيزايدوا كانوا بيتكلموا تقريبا لو جمعت حصيله اللي كانوا بيتكلموا فيه كانوا بيتكلموا في ربع الثمن ده والله على 880 فدان. يعني اللي وصل 175 بتاع البحيره الناس كانت بتتكلم ان ممكن يخلصوه في المزاد ب 70,000. ده انا هقول لك ده في فدان ب 352,000. ده فين ده؟ كان كلامهم بره ان ممكن يخلص على 120,000. ده هو ده في النطرون يا فندم؟ ده في وادي النطرون؟ نعم. هو ابو 352,000 جنيه ده كان في وادي النطرون؟ لا ده كان في طريق مصر اسكندريه الصحراوي. في مصر اسكندريه الصحراوي. ده بقى استثمار عشان الناس بس هنا ممكن تقول ايه؟ ما هياخده ب 352,000 جنيه الفدان الواحد، ولكن هيعمل عليه مشروع كده سكني، هيعمل هيبيعه حاجه زي مولات. كنت بتكلم على الاشتراطات مع المهندس ايمن، شايف الاشتراطات ازاي في الجزئيه دي؟ لازم اتكلم بشكل واضح عشان الناس تفهم برضو. عايز ادعم. ايوه يا فندم. اللجنه مش بس بتبيع اراضي او بتسترد اراضي الدوله وبتعرضها في المزاد، لا، فيما هو اهم من هذا، ان اللجنه بتضع الان اليه بالاتفاق مع الهيئات المالكه لهذه الاراضي. كيف واحد كيف نحمي الاراضي الموجوده حاليا تحت يد الهيئات ديت من اي اعتداءات تقع عليها، بحيث ان ما يبقاش في حاجه اسمها وضع يد مره تانية في الفتره نقفل الحنفيه دي بقى بتاعت التسريب اللي عماله تسرب دي. الحنفيه ديت خسرت الدوله مليارات بل مئات المليارات. ده رقم واحد. صحيح. رقم اثنين، ان الاراضي التي يتم بيعها بالمزاد هتكون هناك رقابه شديده وصارمه، ومنع التعدي وازالته، ومنع تغيير النشاط وازالته من اول ما يفكر اللي هيغير النشاط اللي يعمله. تمام. مش هتستنى عليه لما يبني، لا. تمام. ده بمجرد ما يفكر ويبدا يعمل اي اجراء هيتم ازاله هذا النشاط. ممتاز. ليه؟ لان انا بتكلم عن ثروه زراعيه اهدرت منها كثير وما بقي منها قليل، لابد ان نحافظ عليه. احنا عندنا فجوه غذائيه. عندنا اراضي زراعيه بتنهب وبتدمر،
وهذه أنا لا أستطيع أن أقول إلا أنها فساد ضد الدولة المصرية. وبالتالي اللجنة حريصة أن الفترة القادمة ده لن يتكرر، وهناك آليات سوف توضع، وهناك حساب وقواعد حساب وعقاب وثواب لمن يفرط أو يحافظ على هذه الأرض من أجل الدولة المصرية. أرجوك بس حيلنا المهندس إبراهيم محلب البلدوزر، يعني والله الراجل ده يعني أنا بقول لك بجد والله حقيقي بجد الراجل ده بيشتغل يعني بقلبه في أي حاجة وكل حاجة، يعني لو تعرف لو يعرف الناس ويعرف الإعلام قد إيه اللجنة دي وهذا الرجل واجه حروب وواجه حملات تشويه منذ بداية عمل اللجنة حتى الآن، لكنه كان واضح من الأول قال خلي بالكم عندنا مشاكل هتواجهنا. تمام، فهو كان مستعد. طيب طيب خليني أنهي مع حضرتك، ده المزاد رقم واحد، ألف مبروك عليه. المزاد رقم اتنين يا فندم، هل ليه معاد وهل حددته قطع أراضي، عدد قطع أراضي هتطرح فيه؟ إن شاء الله. يعني أنا كنت بتكلم مع أيمن بيجور النهاردة وقال لي إن المزاد الثاني بعد عيد الأضحى مباشرة إن شاء الله، وتقريبا هيكون في نفس المساحة أو يزيد عنها قليلا، لأن هو هيئة الخدمات الحكومية عندها 37 ألف فدان، عندها الورق بتاعها فهي بس بتأسسها لأنهم عندهم خبرة في السوق وعارفين، وكانوا فكرتهم من البداية إن ما نطرحهمش كلهم مرة واحدة، نطرحهم على دفعات. مظبوط، لأن ده بيفرق في السعر وبيفرق في طريقة البيع. ممتاز ممتاز. يعني المزاد الثاني يا جماعة عشان الناس تستعد، المزاد الثاني بعد العيد إن شاء الله، بعد العيد ان شاء الله يكون. طب هنا بقى معلش يا استاذ احمد، احنا محتاجين منكم تكثيف الاعلان، يعني عشان نقدر اكبر قدر يعرف، بالتالي اكبر قدر يروح، فبالتالي اعلى حصيله. فارجو بس ان يكون الطريقه يعني اوضح من قبلها بفتره. بالمناسبه استاذ عمرو، ايوه النهارده اول مزاد يحضروا كل وسائل الاعلان بهذا الشكل. فعلا يعني عمرها ما حصلت. وكان ده هدفه ايه؟ إن أنت قلت على عينك يا تاجر، لا أنا مش هقول على عينك يا تاجر بعد إذنك، أنا هقول على عينك يا مصري. تمام. على عين المصريين كلهم المزاد جري جرى وتم بكل إجراءات وبكل شفافية، وقال أول على دو على تري اتقالت على الناس كلها، وبقميص كرهاب وبقميص أبيض عشان الناس تبقى عارفة مين اللي بيشتري، ما كانش بيتقال الكلام ده اعتباطا بالمناسبة. ده عشان الناس تبقى مش ده أيمن طه ده بيزاي. مش ده ده أعتقد أيمن طه ده. لا ده يعني دلال من الناس اللي عندهم خبره جدا اسمه الاستاذ محمد. والله يعني بصراحه اللي كان لابس قميص ابيض درس عليه المزاد ده بيتهيألي شبهه، لكن ماشي على اي حال. ماشي. طيب النهارده كان يوم جميل، وانا اعتقد انه المصريين النهارده لعليهم بعد ان راوا هذا المزاد وشاهدوه رؤيه العين انهم يثقوا ان الدوله المصريه عادت بقوه، وان دوله القانون عادت بقوه، وان حق الشعب يعود ولن يتم التفريط فيه مرة. طيب أنا أشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. وبكرر الخبر اللي قاله الأستاذ أحمد أيوب المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة والمغتصبة في السنين اللي فاتت، إن المزاد الثاني هيكون بعد عيد الأضحى مباشرة إن شاء الله، ونتمنى بإذن الله يكون في إقبال أكبر من الناس، إن شاء الله تكون في حصيلة أعلى. بنتكلم في 37 ألف فدان اللي اتباع النهاردة، 880 فدان من ال 37,000، وان شاء يعني لسه يعني عدد صغير، يعني نسبه صغيره، والحصيله كانت 164 مليون جنيه، يمكن 3 او 4 اضعاف اللي كان متوقع قبل المزاد، ولكن الحمد لله ده شيء طيب جدا. شكرا جزيلا استاذ احمد ايوب المتحدث باسم لجنه استرداد الاراضي. الخبر الثالث الحقيقه معانا الخاص بضريبه القيمه المضافه. ضريبه القيمه المضافه المفروض النهاردة كان لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب كانت عاملة تصويت عشان يستقروا على السعر على النسبة المقترحة للضريبة. الضريبة الحكومة مقدماها في مشروع القانون ب 14%. مجلس النواب شايف ان معقول قوي او مناسب جدا في الظروف اللي احنا فيها والاسعار والغلا انها تكون 12% بس. الحكومة عايزة 14، مجلس النواب أو لجنة الخطة والموازنة عشان أكون دقيق شايفة أنها 12. النهاردة كان المفروض يكون فيه تصويت عشان توضع في التقرير اللي هيرفع لرئيس المجلس دكتور علي عبد العال وللفلور للجلسة العامة يرفع ب 12، ولكن لجنة الخطة والموازنة النهاردة قالت لا، إحنا هنسيب الأمر ده للجلسة العامة. الجلسة العامة هي اللي تصوت على النسبة، عايزين يخلوها 14 زي ما الحكومة عايزة،
14، عايزين يخلوها 12، واللي احنا بنوصي بيه ليكن هو 12، ولكن ترك الامر الحقيقه للجلسه العامه قريب. الحقيقه كان في بعض كده، مش هقول المشدات، ولكن اختلافات في الراي. الحكومه بتدافع عن وجهه نظرها، بتقول يا جماعه ضريبه المبيعات 10%، احنا هنزود شريحه الممولين في ضريبه القيمه المضافه، الناس اللي كانت بتتهرب كده من تحت وما بنقدرش نسيطر عليها، مش ضمنها للوعاء الضريبي، الناس دي هتنضم بضريبه القيمه المضافه، فبالتالي هيحصل سوء واحد، يحصل إصلاح للمنظومة الضريبية، مش عمرو يدفع وحسين ما يدفعش، لا، يبقى الاثنين لازم يدفعوا، كل طرف في سلسلة الإنتاج لازم هيدفعوا، في النهاية هيسترد القيمة اللي هو دفعها لما بيوصل المنتج للسلسلة الأعلى منه أو للمرحلة الأعلى منه، ثم تجي لي أنا في النهاية كمستهلك وأنا اللي بدفع الضريبة النهائية، هتبقى 12 هتبقى 14 على كل. الاختلاف إن الحكومة شايفة إنها بنية تصوراتها المالية على فكرة 14%. 1% الزيادة، 1% الزيادة، الحكومة بتقول ده هيساوي معايا حوالي 8 مليار. حوالي 8 مليار. مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة، وده كان الحقيقة على لسان بعض من أعضائها، المهندس ياسر عمر تحديدا وكيل اللجنة، كان بيتكلم إن 1% هيفرق حوالي 15 مليار جنيه. يعني الواحد لو هي 12%، لو بقت 13 يبقى ده معناها زيادة في الحصيلة 15 مليار من وجهة نظر مجلس النواب، أو 8 مليار في تقديرات الحكومة. طبعا مبلغ متفاوت كبير، أو التقديرات متفاوتة، 15 مليار 1% ولا 8 مليار 1%. السر على الحقيقة عند الحكومة وعند لجنة الخطة والموازنة، عشان النهاردة كده الحقيقة كان في مشادات حادة ما بين أعضاء اللجنة وما بين ممثلي الحكومة، السيد الوزير عمرو الجرحي وزير المالية، والسيد عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية، اختلاف الحقيقة على هذه القيمة. وزير المالية قال كلام الحقيقة لازم نقف عنده، قال تخفيض سعر الضريبة لأقل من 14% لا يتناسب مع توجهات حماية محدودي الدخل، ويفرغ القانون من مضمونه، وقال إن تخفيض سعر الضريبة لن يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وفقا لما جاء في برنامجها، واللي هو بقى الجزء الخاص بالصحة والتعليم، ده هيؤدي لانخفاض موارد الموازنة العامة للدولة. يعني واضح إن الحكومة بنية البرنامج الاقتصادي او جزء منه، مش معقولة برضو يعني برنامج حكومة هيتبني على 1% او 2% في القيمة المضافة. يعني الحقيقة مصر اكبر من كده، يعني مصر اكبر من انها تبني اقتصادها على زيادة الضريبة او تربط موازنتها العامة بفكرة زيادة الضريبة. ممكن يأثر، ولكن وفقا للتقديرات الحكومة لو بتتكلم 8 مليار لواحد في المية، يعني هم 16 مليار لو ابقيتها عند 12% ال 16 مليار دول، ده من وجهة نظر الحكومة، اللي هي هم بس 8 مليار اللي هي 1%، من وجهة نظر الوزارة، من وجهة نظر خطة الموازنة في مجلس النواب بيقول لا، ده ال 2% دي تعمل 30 مليار. على أي حال يعني، هل معقولة موازنة الموازنة العامة للدولة أو نظام شبكة الحماية اللي معمولة خصوصا في الصحة والتعليم وحماية محدود الدخل، هل هي تتوقف يا معالي الوزير عند 2% فرق في الضريبة، في ضريبة القيمة المضافة؟ ده الحقيقة عايزين طبعا لازم هنقف معاه او في هذه النقطه يعني عند المختصين في هذا الامر. وزير الماليه قال ان الفئات الاقل دخل محميه من الضرائب في القانون بواقع 85%. الحقيقه امور كتير في هذا الامر، وفي بعض النواب الحقيقه قالوا، زي مثلا النائب طلعت خليل عضو اللجنه قال ان اقرار هذا القانون في الوقت الحالي امر صعب لا يمكن القبول به، ولا يجب ان يتحمل المواطن اي زيادات في ضوء ارتفاع الكثير من السلع زي الضرائب، زي الكهرباء والميه. السيد عمرو المنير مساعد وزير الماليه للشؤون الضريبيه او للسياسات الضريبيه قال ان معدل ال 14% ده قيمه الضريبه يتناسب مع الاعفاءات في السلع والخدمات المدرجه في القانون، في حوالي 52 سلعه مش مفروض عليها اساسا هذه الضريبه، والمواطن مش هيحس بالامر ده في عدد 52 سلعه، لكن في بعض السلع الاخرى هيكون فيها الحقيقه هذا الامر. لما كان الحقيقة لسه النواب بيتكلموا على توقيت الضريبة وان الوقت ده جاي متزامن مع تحريك أسعار الفواتير الكهرباء، وبالتالي هذا الأمر الناس مش مستحملة وان الوقت مش وقته، الحقيقة ده
يعني احنا برضو كنا اتكلمنا مع السيد وزير الكهرباء في هذا الامر في مسألة الفواتير، وقال لي والله الفواتير الزيادات مش هتبدأ من شهر 8 لسه، هتبدأ لسه في مرحلة لسه مقبلة على شهر 9 تقريبا، وان الناس لسه مش هتحس بهذا الفارق. وانا قلت له ان في بعض الفواتير بتيجي مبالغ فيها، يعني بيجي شهر 600 جنيه او 700 جنيه ممكن يجي الشهر اللي بعده في حدود ال 2000 جنيه. هعرض على حضراتكم بعض من الفواتير الحقيقه اللي سياده الوزير قال لي فانا لما قلت له ده قال لي طب هاتها ونبقى نتناقش فيها. ده مثلا دي احد الفواتير امام حضراتكم، دي لنفس الشقه، نفس الشقه في المعادي، احنا بس شلنا اسم صاحب الشقه. شهر 4/2016، لا معلش هي تمام، شهر 4/2016 تمام، استهلك 700 تحت خالص، استهلك 722 كيلو وات، سدد 849 جنيه، يعني 850 جنيه. ده كان شهر 4. شهر 1 بقى، شهر 1 يعني قبلها بثلاث شهور، يعني شيء غريب جدا، كان يعني استهلاك 6672، دفع 4700 جنيه. 4700 جنيه ده في شهر 1. شهر 2 شوفوا حضراتكم بقى ايه، يعني فكره التقديرات، يعني شهر 1 يجي لي 4700 جنيه، شهر 2 اللي بعده المفروض يجي مثلا 4700 4000 5000، بما ان ده معدل استهلاكي. اكيد ما كنتش في شهر يناير عامل شقتي فندق ولا عاملها صاله افراح ولا مشغل فيها مصنع او مشغل مثلا، المفروض تيجي يعني بقيمه موازيه. يجي في شهر يناير 4700، شهر 2 القرايه اللي بعده تيجي 600 جنيه. تخيل يعني باي عقل وباي منطق ان في شهر تيجي 4700 جنيه والشهر اللي وراه تيجي ب 600 جنيه، بعدها بشهرين تيجي 850 جنيه. الفاتوره دي ليها قصه، او الشقه دي واضح ان ليها قصه هنقف عندها، نشوف غيره. دي شقه ثانيه في 6 اكتوبر. شقه ثانيه في 6 اكتوبر نفس الشقه، شهر 5 5 اللي فات وشهر 8 اللي احنا فيه. شهر 5 الراجل استهلاكه 626 كيلو وات، اتحاسب دفع في شهر 5 197 جنيه، دفع 197 جنيه، يا عم خليها 200 جنيه. شهر 8 ده جاي له الفاتوره بكام؟ ب 600 جنيه. لما تنط من 200 جنيه الفاتوره ل 600 جنيه الفاتوره، يعني اضرب في 3 اضعاف، في حين ان الاستهلاك هنشوفه بقى كام. الاستهلاك في شهر 5 كان 626 كيلو، في شهر 8 1158، يعني ما زادش الضعف، اقل من الضعف، ولكن قيمه الفاتوره زادت 3 مرات. يعني الاستهلاك ما كملش الضعف، لو تاخدوا بالكم 626 بقت 1158، ما وصلتش لضعف الاستهلاك يا جماعه، ولكن قيمه الفاتوره نطت 3 اضعاف، من 197 جنيه ل 600 جنيه. ادي فاتوره مثلا في 6 اكتوبر، وما اعتقدش يعني الراجل اللي كان بيدفع 197 جنيه ده، الراجل ده اعتقد ان هو ما هوش رجل اعمال اطلاقا، ده راجل عايش في شقه، فاتورته عاديه جدا 197 جنيه. تخيلوا لما بيعمل حسابه من مرتبه على ال 200 جنيه مثلا فاتوره الكهرباء، يلاقي الفاتوره جاله ب 600 جنيه. في تاني؟ اعتقد لسه عندنا تاني. طيب ده بس مثال بسيط من الاسبوع اللي فات كلمت عليه السيد معالي وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، قلت له ان الفواتير بتيجي بشكل مبالغ فيه، ان زيادات هتيجي بشكل عشوائي، ما صدقنيش. اعتقد كان معانا يمكن تليفون او حاجه في الجزء ده الحقيقه فيما يتعلق بالفواتير، هنيجي عنده الحقيقه، ولكن هقول لحضراتكم كده بعض من الاعتراضات الموجوده ورد المسؤولين عليها الحقيقه. يعني مثلا، طيب نخليها بعد الفصل، خليكم معنا. ضمن خطة لرفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء ووفقا للجدول الزمني المعلن منذ عام 2014، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسب زيادة تتراوح بين 35% و40%،
ومع تطبيق الزيادة المعلنة التي ستتضمنها فواتير شهر أغسطس، لم يبقى أمام المواطن خيار سوى الترشيد في الاستهلاك للحصول على فاتورة مناسبة. الناس هترشد، بس في نفس الوقت يعني الناس ليها معدل في الترشيد، يعني أنا أقدر أنزل بمستوايا إن مولعش تكييفات، بس على الأقل في تكييف واحد أقعد فيه، فده برضو مهما كان هندفع كتير. أنا عن نفسي في بيتي المفروض إن أنا الحاجة اللي مش محتاجة ما نورهاش، احنا برضو بنقوم مع الدولة والدولة تقوم معانا مع الترشيد وبالرشد، لكن هزيد تاني دلوقتي في الوقت ده ما اعتقدش عن المفروض حتى تبقى ايه يعني استنى شوية، لان كل حاجة زادت في وقت واحد. وبينما لجأ الكثيرون بالفعل الى ترشيد الاستخدام منذ فترة طويلة، الا ان القيم المدونة في معظم الفواتير يراها البعض منافية لواقع استهلاكهم، والتي ستتضاعف مع الزيادة الجديدة في ظل غياب دائم للكشاف المدون لقراءة العدادات. الكشاف اللي المفروض ان هو يكون في انتظام في الكشف ده ما بيحصلش. اثنين، حتى لو جه كشف بيحصل قراءات عشوائية لا تمت للقراءة الحقيقية بصلة. مفيش حد بيجي يشوف العدادات، بتيجي الشريحة جامدة ال 400 جنيه و 300 جنيه. في ناس شركات ومصانع وبنوك وهيئات وسينمات بتولع كهرباء 24 ساعة من 24 ساعة وتكييفات، ده خد منه، انما ما تاخدش من الغلابة، الغلابة حرام. انا ما عنديش الا ثلاجة وقاعدة في اوضة وصالة بدفع 60 جنيه كهرباء ليه؟ وانا عندي لمبة واحدة اللي شغالة ليه تحت الصالة بس. ومع تحمل المستهلكين لغلاء اسعار الكهرباء، فان ما يهم الجميع هو تجديد الرقابة الحكومية على الفواتير كي تكون وفقا للاستهلاك الحقيقي دون تقديرات جزافية تزيد من حيرة المواطنين. هشام الرباط، هنا العاصمة. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. ده جزء الحقيقة من المشكلة، التقديرات الجزافية اللي اتكلمنا عليها مع السيد وزير الكهرباء، اتكلمنا على الناس اللي بتروح تقرأ العدادات، محدش بيروح والتقديرات بتيجي بشكل جزافي. في فواتير كتير هنعرضها على حضراتكم، وده مثلا فاتورة شهر 7 اللي فات، ده في المقطم شهر 7 الشهر اللي فات كانت 28 جنيه، الشهر ده جياله ب 172 جنيه، من 28 جنيه في شهر 7 ل 107 ل 172 جنيه في شهر 8. اضربوا حضراتكم كده، شوفوا كده الفاتوره زادت كام ضعف. معانا على التليفون الدكتوره لميا سامح. دكتوره لميا سامح، اهلا بحضرتك. ومعانا كمان على التليفون الدكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزاره الكهرباء. دكتور محمد مساء الخير. دكتوره لميا مساء الخير. مساء الخير. اهلا دكتور محمد. اهلا دكتوره لميا. دكتور محمد انا هرجع لحضرتك، بس اسمح لي نسمع الاول الدكتوره لميا. اتفضلي يا فندم. دكتوره لميا؟ ايوه. يا فندم، هنعرض دلوقتي الفواتير بتاعت حضرتك اللي هم الثلاث فواتير اللي انت بعتهم لنا. الحقيقه هنعرض الفواتير وارجوكي تشرحي لنا ايه اللي حصل واخر ثلاث شهور الفواتير اخبارها معاكي ايه. اتفضلي يا فندم. تمام. انا جات لي فاتوره في شهر واحد ب 4704 وكسور، في الوقت اللي اصلا احنا فيه في الشتاء ما بنشغلش اي حاجه خالص، ما فيش تكييفات شغاله. طبعا انا كلمت على طول مكتب أستاذ محمد اليماني، دكتور كويس. محمد اليماني، وفعلا وصلوني بالمدير العام لإدارة كهرباء جنوب القاهرة، مدير عام أستاذ محمود كمال. وفعلا تفاعل وقال لي أيوة هي فيها غلطة، ومعلش احنا أسفين. المحصل أو اللي بيقرأ الأعداد بيجي بعد فترة طويلة، كل ما بيعدي وقت فبيدخلك في شريحة أعلى. طب إيه الحل؟ احنا هنشيل لحضرتك التقدير الغلط وهنوزع لحضرتك الفاتورة. وفعلا جات لي فاتورة شهر 2 601 جنيه وكسور، وشهر 4 850 تقريبا، وشهر 5 بقى و6 و7 و8 مجوش خالص. فاضطريت ان انا ادخل على شبكه الانترنت علشان اعرف استهلاكي ايه، ما لقيتش هم حاطين الاستهلاك بس حاطين الفواتير. المفارقه بقى ان شهر 5 فاتورته 501 جنيه، شهر 6 2464 جنيه. يعني من 501 ل 2600 تقريبا 2000 جنيه فرق. 2000 جنيه فرق. وبعد كده في شهر 7 1171 جنيه وكسور، شهر 8 الشهر المفروض انها تطبق فيه التعريفه دي 1180. طبعا الارقام غير منطقيه، طلوع ونزول وتقديرات جزافيه ما لهاش اي معنى. هل 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 هل, هل استهلاك حضرتك، هل استهلاك حضرتك مثلا زاد من 501 جنيه ل 2600؟ هل في طفره مثلا في الاستخدام؟ يعني معلش خليني اتكلم حضرتك بصراحه، يعني انا بيتي مودرن كله لومد ليد، مفيش فيه حتى لمبه عاديه. التكييف بيشتغل، هو تكييف واحد في البيت، لان احنا مؤمنين بقى بفكره الترشيد دي.
طب يمكن ولاد حضرتك مثلا، لو عندك ولاد مثلا كبار او حاجه، لو عندك ولاد مثلا كبار بيستهلكوا تكييفات مثلا، بيفتحوا النور في اوضهم مثلا خالص. انا عندي طفل صغير واحد عنده 3 سنين معانا في نفس الاوضه. وطبعا تقديرات جزئيه، احنا عيله فردين وربع، يعني مفيش اي استهلاك في الكهرباء، بلس ان احنا بنبقى في شغلنا من حوالي تقريبا الساعه 10 الصبح، ما بنرجعش البيت غير الساعه 7 بالليل، يعني احنا استهلاكنا هو الفتره من 7 او 8 بالليل لحد مثلا الساعه 1 بالليل بس. طيب ارجوكي خليكي معايا واسمع، وبعد كده بنبقى في شغلنا. طيب ارجوكي خليكي معايا واسمع رد دكتور يماني. دكتور يماني، المشكله دي انا كنت بتكلم مع معالي وزير الكهرباء الاسبوع اللي فات، وحضرتك طبعا اكيد تابعت، وقلت له ان فكره التقديرات الجزافيه، ان الناس خايفه في شهر 8 التعريفه بتزيد او الشريحه بتزيد، وبالتالي التقديرات الجزافيه بتزيد فهتبقى مصيبه على الناس. هو طمني، قال لي لا ومش هيحصل، وقلت له لو حصل، قال لي هات الفواتير وطلعها على الهواء وانا هدخل معاك. حضرتك طبعا يعني اكيد المتحدث الرسمي اكيد عن حضرتك الرد، اتفضل يا فندم. اولا تحياتي لحضرتك وللدكتوره ولكل المشاهدين. اهلا بيك. احنا يمكن حضراتكم متابعين معانا. اولا شركات الكهرباء هي شركات يعني خدميه موجوده لخدمه المواطنين. احنا عندنا قرابه 32 مليون مشترك، منهم القطاع المنزلي حوالي 28 مليون مشترك، يعني 28 مليون عداد بيخدموهم يا فندم في عمليات الكشف والتحصيل، يمكن قرابه 12500. لا شك ان المنظومه اليدويه لا تخلو من خطا هنا او هناك، علشان كده بقول الحقيقه كان نفسي سواء الدكتوره صاحبه الشكوى او اي حد من اللي شايفنا، بنقول اول حاجه نعملها ان احنا نقارن بين قراءه العداد اللي موجود عندي في البيت وقراءه قيمه القراءه اللي في الفاتوره اللي انا مفروض بحاسب عليها. دي حاجه مهمه. الحاجه الثانيه يا فندم انه ممكن، ما هي يا فندم الفاتوره بتجيلي معلش يا دكتور يماني، انا ما بتكلمش على حلقه او اتنين، ده انا عندي كم فواتير جايه لي، حضرتك مش متخيل الفروق عامله ازاي يا فندم. حضرتك ده لو هتيجي كده يبقى حضرتك مش هتلاحق على الشكاوى اللي هتجيلك. طيب بدوني فرصه بس ارجو، يعني انه يعني هي عرضت المشكله والشهور انا اصل الحقيقه الرد للدكتوره وللمشاهدين، لانه يعني ان شاء الله نقدم حلول يعني باذن الله. عايز اقول انه ممكن جدا يكون في متاخرات على بعض المشتركين، عنده شهر او اثنين ما دفعوش، ممكن جدا يكون في خطا يا فندم من قراءه من كشاف الكهرباء او من العمليات الحسابيه، او انه العداد ذات عمره عن 15 سنه وبيبقى محتاج لعمليات فحص او معايره. على كل الاحوال ده واضح ان يا فندم متجوزه جديد، ده عنده 3 سنين يا دكتور يماني، ده ابنها عنده 3 سنين، عداد ايه اللي على رقم 15 سنه، وبعدين يجي في شهر يناير يجي لها 4700 في الشتاء. انا عندي في شهر 2 يجي لها 600 جنيه دكتور يماني، عشان اديها كامله بدون مقاطعه. اشكرك. الو، انا مع حضرتك، ولكن الحقيقه برضه انا عايز استفسر، لان دي استفسارات الناس. ما كملتش يعني. والله هقول كل حاجه. حاضر. اتفضل. الو، اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. زي ما قلت انه يا ريت اول ما تجينا الفاتوره ويكون فيها حاجه زي كده، ان انا اقارن قراءه الفاتوره بقراءه العداد، ايهما اكبر؟ المفروض ان العداد اكبر، لان القراءه بتبقى تاريخ قبل كده يعني. حاجه ثانيه، فتحنا الباب للمواطنين ان هم يستبدلوا عداداتهم بعدادات مسبقه الدفع. غير كده عملنا ارقام واتساب للتواصل مع كل المواطنين لكل شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهوريه، عملنا ابلكيشن على الموبايل يقدر المواطن لو عايز يدخل قراءه العداد بنفسه يتحكم في هذا، برنامج اسمه احسب فاتورتك، برنامج اسمه شكاوى فواتير الكهرباء، برنامج اسمه خدمات الكهرباء الذكيه لادخال قراءه العداد، رقم اس ام اس لل 911121 للي عايز يبعت رسالة قصيرة. لو حصل ده كل فترات طويلة ممكن جدا ياخد فاتورته ويروح يقابل المدير التجاري في أقرب إدارة كهرباء هو يتبعها، وهيتم مراجعة استهلاكاته ومراجعة قراءة العداد وحقه مكفول. ويعني احنا طبعا نعتذر عن أي خطأ هنا أو هناك، لكن لا شك أن المواطنين كتير حبوا يتخلصوا من نظام الفواتير وبدأوا يتقدموا الكهرباء بطلبات أنهم يستبدلوا العداد كعداد مسبق الدفع، أنه يتحكم في استهلاكاته ويبقى شايف على الشاشة المتبقي من الرصيد والقدرة وخلافه يعني. نعم. طيب دكتور يماني، الشكاوى اللي بتجيلكوا قد إيه يا فندم؟ احنا طبعا زي ما قلت تاني، السيد الوزير اجتمع قريب فندم بالساده رؤساء شركات التوزيع، ونظرا لان العدادات في تزايد لا شك عدد كبير، فاحنا بنقول ان احنا يعني الان ممكن تتم قراءه العدادات
كل شهر او شهرين او ثلاثه على حسب كل شركه، بحيث انه ياخد المتوسطات، ما فيش حاجه يجمع ويدخل مواطن في شريحه اعلى. لكن القراءه بس ده بيحصل يا فندم، بتنعكس على المتوسطات اللي اتاخدت قبل كده. وزي الثاني ان احنا عندنا قنوات التواصل من الانترنت او عن طريق الموبايل او عن طريق الواتساب او بحيث المواطن حتى عن بعد يستطيع التواصل مع الكهرباء وتتحل مشكلته. يا دكتور يماني، حضرتك تتذكر المشكله دي كانت من كام شهر؟ بعد زيادة قنوات التواصل الكتيرة دي إلى حد كبير أقدر أقول عالجنا الجزء الأكبر من المشكلات. يا دكتور يماني كانت حصلت دي من فترة، وكانت وصلت للسيد رئيس الجمهورية، وكان عمل اجتماع مهم لو حضرتك تتذكر، مش كده يا فندم؟ حصل يا فندم، وكان في تعليمات يا فندم. ما هو ده اللي انا بقول، يعني ما هو ما حصلش يا فندم، ما هو كده بقى ما حصلش. تواصلت مع المسؤول اللي كانت عنده قريب او حتى اتصلت بيه انا شخصيا. انا باكد لحضرتك تاني انه هيكون في تفسير للارقام الموجوده، لانه لا شك انه اذا كان في خطا هيتعالج بما يضمن حق اي مواطن، وفي نفس الوقت اذا كان هناك توضيح للمبلغ كبير ليه، هيكون فيه البعض عنده شهر او اثنين ما دفعوش بيبان في الفاتوره عدد اشهر المحاسبه، ومفيش حاجه اسمها يجمع شهر على شهر ولا يدخله في شريحه. بس هو ده بيحصل يا فندم، هي المشكله ما بيحصل. انا هعرض لحضرتك مثلا فاتوره تانية في التجمع الخامس، العداد مسبق الدفع، يبقى احنا المواطن يروح لو كان شايف انه الامر بالنسبه له مزعج يستبدل عداده بعداد مسبق الدفع ويتحكم في. طب ممكن حضرتك تفسر لي الفاتوره اللي قدام؟ معلش يا دكتور، أرجو الفاتورة دي بس تظل قدامي دقيقة بعد إذن حضرتك. دي فيلا في التجمع الخامس، ده كان شهر 7 اللي فات، جاي له 935 جنيه في شهر 7. الشهر اللي بعده شهر 8 4000 جنيه. رأي حضرتك يا فندم؟ راح الكهرباء قالوا له إيه؟ ما ده السؤال بقى، أصل منه كتير يا فندم. راح الكهرباء قالوا له إيه؟ منه كتير، هيقول له هنوزع لك الفرق، لكن هو كل شهر او شهرين هيروح يوزعوا له الفرق يا فندم. قالوا لك ايه؟ هو ده السؤال. احنا الفكره فيها بنقول شيء انه ما فيش خطا، الخطا وارد، وكتير ناس عندنا موظفين خدوا قرارات كده وخصم و و، لكن احنا عشان نتغلب على ده بقول ان احنا فتحنا قنوات للتواصل، عملنا مبدا الثواب والعقاب لمعاقبه كل من يقصر او يتسبب في خطا، وفي نفس الوقت الباب مفتوح لمن يرغب في. جميل، العبره بالنتيجه يا دكتور يماني. العبره بالنتيجه. ايه النتيجه؟ خد جزا وخد خصم، لكن المشكله ما زالت موجوده يا دكتور. واذا كانت الدكتوره لميا ولا سين ولا صاد عارف يوصل لنا، في ناس ثانيه ما بتعرفش. لو نسبة الخطأ 1 في 1000 هيطلع عندي 3000، أكثر من 30000 فاتورة. لا ده يعني نسبة، يعني لو قلنا عالميا حتى لو 30000 دول 5000 راحوا منهم لوسائل الإعلام، وكأن شغل الكهرباء كله غلط. ولكن يا دكتور يماني، لما واحد يكون مقدور، يا ريت تجيب لي على التليفون صاحب الفاتورة، لا تلاقيه راح الكهرباء ولا تواصل مع. طب ما هي دكتورة لميا راحت اهي، ما هي راحت يا دكتورة لميا، مش عارف رحت يا فندم. انا رقمي في الاعداد عند سيادتك، واديني رقم اي مواطن عندي مشكله وبتعهد قدام. طيب احنا هنفتح التليفونات دلوقتي. حاضر، المشكله قلنا وصلنا ليه. حاضر، هنفتح التليفونات وحضرتك ترد. بس 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 الفكره يا دكتور، حضرتك بتقول يا مثلا كان في فاتوره قبل كده قلتها لحضرتك الراجل وهنشوفها، يعني الراجل كان استخدامه 127 جنيه تقريبا، جاله 600 جنيه، يعني الراجل ده عامل حسابه اهو مثلا 197 جنيه جاله 600 جنيه، هو عامل حسابه على ال 200 جنيه فاتوره، لما حضرتك تجيب له 600 جنيه ثلاث اضعاف، فالراجل بالتالي مش مقدور يا فندم. هي 1% نسبه الخطا، ولكن بالنسبه للفرد للمواطن واحد هي كبيره يا فندم. حاضر، ما انا بقول لحضرتك هو زي ما جه لحضرتك يروح لوسيله الاعلام في الاهلي ولا لمكتب الكهرباء اللي هو بيتبعه وهيتراجع. طيب، فاتورته وياخد قراءه العداد وحقه مكفول. بقول لحضرتك الحاجه الثانيه، وسائل الاتصال اللي احنا بنقولها دي ونريحه عن بعد كمان، ممكن يصور الفاتوره يبعتها على واتساب على ابلكيشن موبايل زي ما هو عاوز. طيب احنا موجودين. بقول ثاني لا نقبل انه اي مواطن يظهر فاتورته. في النهايه بقول لحضرتك لو قلت 1 في 1000 نسبه خطا وده امر غير مقبول، هتتجاوز 30000 فاتوره بالنسبه للعدد الكلي. تمام يا دكتور، تمام يا دكتور، ولكن برضو انا ما زلت مصر ان الشخص الواحد من ال 1% دول لما تجي له الفاتوره 4-5 اضعاف اكيد هيعمل له كارثه في حياته. لما مرتبه كله يكون كام تجي له الفاتوره 3 اضعاف. فاتوره يا اما رقم يوصل له من خلال الكنترول زملائنا في الاعداد، او انه تدوني رقمه وانا هتواصل معاه. لا هم طيب وكرة. طب خليني اخد تعقيب اخير من الدكتوره لميا. يا دكتوره لميا، هل حضرتك لما رحت وتواصلتي مع الكهرباء مشكلتك اتحلت؟ لا على فكره هي مش اول مره، دي تاني مره تحصل نفس الغلطه،
وسبق وحصلت قبل كده في شهر 4/2015 وجات لي الفاتورة فوق 5000 جنيه. الحاجة الوحيدة اللي بتحصل ان هما بيقولوا لي لا هي كده حصلت غلطة واحنا هنحاسب القارئ العداد وبيشيلوا منها 1000 جنيه ويرجعوا يوزعوا بقية المبلغ على 10 شهور. نفس الامر اتكرر لما كلمت دكتور محمد اليماني وبعتني للمدير العام استاذ محمود كمال اللي بعتني بدور المهندس اسمه المهندس ايمن واتعملت نفس القصة وقسموا لي الفاتورة اللي هي 4700 دي لانها طيب برضو غلطة. يعني اذا يا فندم هي متكررة بقى. متكررة بشكل فظيع. طيب اشكرك شكرا جزيلا دكتوره لنا. يا ريت تستبدل العداد بعداد مسبق الدفع وتحل المشكله من جذورها. طب هو انتوا يا فندم عندكم استوكات كتير قوي كده تكفي كل الناس اللي بتشتكي؟ يا فندم عندنا العداد الباب فتح للمواطنين اللي ما يرغب في استبدال. طب افرض يا فندم مش عايز يغير العداد المسبق الدفع، هو عاجبه العداد ده. ارجو من وسائل الاعلام انها تساعدنا زي ما بنعرض المشكلات تقول للمواطن ايه قنوات التواصل مع الكهرباء عشان نقدر كلنا نتعاون. ما هو يا فندم المشكله ان هو بيتواصل بس ما بتتحلش، ما هي دي النقطه اللي عايز اصلا تفهمها. مليون مشترك حضرتك جالك واحد، احنا عندنا بنقول لا نقبل ان مواطن واحد يظلم في الفاتوره. الامر الثاني بقول لحضرتك ثاني، اي زميل في زملائنا في الاعداد في له اي مشكله انا بقول لحضرتك انا هتتبعها وبتعهد قدام حضرتك على الهواء. طيب ممكن طب نسمع مجموعه من الناس بعد اذن سيادتك؟ اتفضل يا فندم. طيب معانا تليفونات مش كده؟ الاستاذ حسين اتفضل يا فندم. ياسين، الاستاذ ياسين اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا فندم؟ اهلا بيك يا فندم. هو كان دلوقتي انا كنت في شركه الكهرباء وكنت بدفع الفاتوره بتاعتي فبيقولوا لي الاسعار هتبدا تغلى من اول الشهر الجاي. فمشكورا الموظف اللي انا قعدت اتكلم معاه خلاص اداني ورقه الاسعار وصورتها منه في الاسعار الجديده اللي هتنزل الشهر الجاي. فهو بيتكلم معايا اللي انا سمعته من وزير الكهرباء ان نسبه الزياده اللي هتزيد 15% ودي على كل الناس. في حين لما بقارن الاسعار الجديده بالاسعار القديمه اللي هم جايبينها نسبه الزياده 30% على كل الناس. خلاص عاده الشريحه الكبيره جدا نسبه الزياده فيها 9.25%. لما تبقى نسبه الزياده على الناس الاقل من 1000 كيلو 30% والناس الثانيه نسبه 9% اللي هم بياخدوا اكتر من 1000 كيلو. طب طيب دي ملاحظة جيدة. أشكرك يا فندم. أستاذ علي اتفضل يا فندم. تمام يا أستاذ ياسين أشكرك. أستاذ علي اتفضل يا فندم. أنا دلوقتي أنا من سكان هضبة الهرم. في مشكلة عندنا إن الكشافين بتوع الكهرباء لما بيجوا ياخد القراية ويرحلها لنا للشهر اللي بعديه. يعني أنا مثلا لو مستهلك 400 كيلو بيجيلي في الفاتورة 200 كيلو فكده فوجئت إن أنا الشهر اللي جاي هيجيلي أكتر من 700-800 كيلو. فلما أجي أكلمه سألته قلت له أنتوا ليه بتشرحوا يعني بترحل دوت؟ قال لي عشان إحنا الشريحة بتبقى عالية فإحنا بنقللها لك عشان الفاتورة ما تجيش عالية. والله اكتشفت إن أنا الشهر الجاي. طب هو كده بيرحلك لشريحة أعلى في الشهر اللي بعده. بالظبط كده، يعني كده هتحاسب بالسعر الجديد على الحاجات اللي انا استهلكتها قديمه. طيب اشكرك يا استاذ علي. حاضر حالا هنسمع الرد. تاني برضه يا استاذ عمرو معلش مع سمع حضرتك مسؤول من الوزاره ان في هضبه الهرم ثلاث ارباعها عدادات ممارسه، الممارسه ديت بيبقى عشان هو بيدفع مبلغ محدد فبيدنه طول اليوم مشغل اجهزه التكييف واجهزه كل الاجهزه اللي عنده مشغلها لانه هو دفع فلوسه خلاص. ممتاز اشكرك. برضه يعني المفروض هم يرعوها ان احنا اللي بندفع ده، هو بيدفع مبلغ محدد. تمام. وطول اليوم بيشغل عمال يسحب عليه. اشكرك شكرا جزيلا. استاذ ناصر اتفضل يا فندم. انا يا فندم جات لي فاتوره الشهر ده ب 1630 جنيه مع انه الفاتوره اللي قبلها كانت ب 235 جنيه. 1600 جنيه واللي قبلها 235 جنيه؟ ولما بساله ايه السبب؟ فبيقول لي حضرتك مستهلك 4000 كيلو زياده، الكيلو بيتحاسب دلوقتي ال 1000 كيلو ب 400 جنيه. بس هو بيقول لي 4000 كيلو زياده، قلت له الكلام ده يعني الجاب او الفرق كبير جدا ما بين 235 جنيه وما بين 1630 جنيه. يعني طب حضرتك دفعت ال 1600 جنيه ولا شالوا العده؟ ما دفعتش انا يعني تخيل حد بيخبط عليك بيقول لك هات 1630 جنيه في اخر الشهر فاتوره كهرباء، هتقول له ايه يعني؟ 1630 جنيه فاتوره كهرباء. انت لسه ما عملتش حاجه. طيب حضرتك جربت تروح شركه الكهرباء؟ طلبت يا فندم وهو قال لي انا اجيب لك حد يفحص العداد. هجيب لك حد يفحص العداد؟ هجيب لك حد يفحص العداد. طيب تمام. الاستاذ عبد الرؤوف اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. لو سمحت انا عندي مشكله بخصوص العدادات الجديده الاستاذ المتحدث الرسمي اللي هي مسبقه الدفع. الناس ايوه مظبوط يا فندم. انا دلوقتي واحد مسافر خارج البلاد
يعني شقتي مقفولة تماما مثلا لمدة الفترة الأخيرة دي 18 شهر. تمام. تمام يا فندم. أنا شاحن قبل ما أمشي آخر كارت بمئة جنيه في شهر 3/2015. أيوة. رجعت أزود الفلوس اللي عندي، راح تشحن من الشركة قالوا لي أنت عليك فلوس 65 جنيه بتوع إيه؟ قالوا لي دي رسوم نظافة. رسوم نظافة وأنا قافل الشقة تماما، مفيش فرد مفيش نفر بيخش الشقة. تمام. استهلاك بجنيه واحد، وينزلوا لي 18 شهر كل شهر 8 جنيه رسوم نظافة. تمام. بند ايه يا فندم؟ طيب اشكرك يا فندم. مقفولة تماما. تمام، وصلت الفكرة يا فندم. استاذ كمال اتفضل يا فندم. استاذ جمال اعتذر. وعليكم السلام يا استاذ جمال. احنا في مدينة العاشر من رمضان. الفواتير بتجينا شهر واطي قوي وشهر عالي قوي. طب اديني يا فندم الشهر اللي فات والشهر ده. بنمسك القارئ ونقول له انت ليه الفاتورة اللي انت جايبها لسه ما حصلهاش العداد، يعني انت بتدفعنا مقدم. مقدم يعني مش المفروض الاول الكشاف بيجي يقرا العداد الاول؟ ده المفروض اجي الاقي الفاتوره اعلى من اللي موجود في العداد. اقول له ليه؟ يقول لي انا كاتب اهو معايا الدفتر بتاع الشهر اللي فات، ولكن الكمبيوتر عندنا هو اللي بيحط الفواتير عشان يدخلك في شريحه اعلى. يعني ده الموظف اللي قال كده لحضرتك؟ احنا مش لاقيين مسؤول كبير يا رب عشان نشكي له. حاضر. الحاجة الثانية، الدولة بتطالبنا باسترشاد الكهرباء. احنا عندنا مشروع ابن بيتك، مدينة كبيرة قوي سرق كهرباء. على عين الحكومة وعلى عين الكهرباء وعلى عين مباحث الكهرباء وعلى عين الدنيا كلها. ده في ابن بيتك يعني؟ في ابن بيتك. ما فيش عدادات رسمية يعني كله سرقة كهرباء؟ لا، بيشتغلوا وصلات كده كهربائية من بره سرقة يعني. سرقة كهرباء. انا ليا بيت هناك عايز ادخل الكهرباء، مش عايزين يدخلوها لي. طيب. بشكل رسمي. وصلت الفكره، عشان اشكرك. عشان ما بتاع البنك. طيب اشكرك يا استاذ جمال. استاذ محمد اتفضل يا فندم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. للاسف الشديد يعني انا مش هقول يعني في اي منطقه، لان الكشاف بنفسه قال لي ان هم قالوا لهم ما يشوفوش العداد. لا، قول لي يا فندم في منطقه ايه؟ في منطقه ايه حضرتك؟ لا مش مشكلة المنطقة، المهم انت خايف على الكشاف يعني؟ لا انا مش عايزين نأذي حد، بس دي حاجة حقيقة والراجل يعني. طب اتفضل بصراحة. اتفضل. قاعد اكتر من شهرين ما يقروش العداد، وطبعا احنا توقعنا المرة الجاية هيجي لكم فوق 1800 كل شهر لمدة على الاقل شهرين. طيب يا استاذ محمد قول لي معلش بالارقام، الشهر اللي فات جالك كام وجات لك كام الشهر ده؟ مش العداد، وانا الكلام ده سامعه منه بنفسي يعني، لكن سيبنا بس من الكلام يا استاذ محمد، قول لي حضرتك ارقام يعني كانت بتيجي كام وبقت تيجي كام؟ يعني اخر شهرين معدلها ما بيزيدش عن 300، وحصلت نفس الحركه السنه اللي فاتت. وبقت كام؟ ال 600 دي نطت بقت كام يا فندم؟ ال 600 كنت بتدفعها بقت كام دلوقتي؟ انا لسه الشهر ده ما جاليش، بس هو قال لي انت متوقع الشهر الجاي واللي بعده هيبقى المعدل فوق ال 1800 1900، والسنه اللي فاتت انا دافع في الشهر ده في حدود 2600. طبعا هم بيعتبروا الشهر ده عشان استهلاك التكييف وكده، بس بصراحه طيب. ما قصروا بيقولوا له ما تسيبش. تمام مشكله يعني. تمام، وصلت الفكره. اشكرك يا استاذ محمد، واسف جدا المقاطعه. دكتور يماني حضرتك معايا؟ انا الحقيقه يا ريت لو كان حضرتك سجلت النقاط. انا اولا بعد انا سجلتها فعلا. يعني خلينا نتكلم اولا وهنقول على فكره اللي بيستهلك قد ايه هيدفع كام وفاتورته كام. احنا عندنا بعض الساده المستمعين او المواطنين اهلنا اتكلم عن نظام الممارسه، بنقول له خلاص الكلام ده كان فيما مضى، ان حد يعمل ممارسه فيها ظلم كبير لشركات الكهرباء. كويس. زي ما هو قال بالفعل وانا بشكره انه فيها بيشغلوا بقى تكييفات ويستهلكوا اكتر من المبلغ اللي بيدفع. النهارده يا فندم بقرار من السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء انه يتم تركيب العدادات الكودية لكل من لديه وصلات كهربائية غير قانونية، سواء كان باني في ارض زراعية او ادوار مخالفة. بيقول لك في العاشر من رمضان في ابن بيتك واخدين كهرباء سرقة.
ما انا هقول لحضرتك، فاحنا نظام الممارسه تم ايقافه وبدانا فتحنا الباب لمن يرغب في تركيب العداد كودي. اكثر من 25,000 عداد كودي، هي عدادات مسبقه الدفع ولكنها تسمى كوديه لانها برقم ليست اسم صاحبها، وهي مؤقته ولا تثبت ملكيه ولا حيازه. على كل الاحوال الباب مفتوح لمن يرغب، والا فانه كل حالات الممارسه القديمه هيتم استبدالها بعدادات اللي هي مسبقه الدفع. طيب ده بالنسبه للممارسه. نعم ده بالنسبه للممارسه. انا اكمل مع حضرتك انه كمان عايز اكد معلومه. البعض بيقول بيجمعوا القراءات ويدخلنا في شريحه اعلى. الكلام ده يا فندم لا يتم، وبيتم كل فاتوره فيها خانه بيكتب فيها عدد اشهر المحاسبه، وكل شهر بيتشرح على استهلاكاته ولا يتم الجمع لانه قانونيا اصلا مخالف. ده يا فندم الراجل الموظف هو اللي قال له كده. الحاج جمال بيقول له كده بالظبط، الكمبيوتر بيحط فواتير اعلى. يا فندم قالوا الموظف، قالوا للسيد الوزير الموظف قال لنا ادفع وبعدين اشتكي. الوزير قال لا الكلام ده مرفوض، وانا بقول لك اشتكي الاول وبعدين ادفع. فاحنا ما ناخدش يعني ما نختزلش قطاع الكهرباء كله بقيادات وبقوانين وبلوائح، وفي موظف صغير هو قصدي اكتر من حاله يا فندم. فاحنا خلينا نقول لا، النهارده في قنوات تواصل وزي ما قلت لسيادتك، واحنا الاخ اللي بيقول انا مسافر وبيضيف عليه رسوم النظافه. النظافه لا شان للكهرباء فيها، قررت قبل ثورة يناير وحملت على فاتورة الكهرباء، والفاتورة ما هي إلا وسيلة للتحصيل. طب الأستاذ ياسين، أنا ما حضرتك في مسألة النظافة دي، أنا عارف دي بعيد عن الكهرباء خالص يعني، ولكن الأستاذ ياسين بيقول إن الزيادة المفروض إنها 15%، لما شاف بقى البرايس ليست أو التسعيرة اللي عند الموظف لقى إنها أكتر من 30% زيادة. اقول لحضرتك حاجه، اصل احنا برضو عشان بس ما ناخدش المشهد باكمله، انا النهارده يا فندم لو اقول لحضرتك حاجه تمنها 4 قروش وبقت 6، سيادتك فورا هتقول لي زياده 50%. انت صادق، ولكن الامر لا يعرف بهذا الشكل يا فندم. النهارده احنا بعد الاسعار الجديده في 30 مليار جنيه تتحملها الدوله، الشريحه الاولى اللي هي من 0 ل 50 كيلو وات ساعه، لو خدت نسبه وتناسب وتقول لي 7 قروش ونص بقت 11، هتطلع لي نسبه 30% او اكتر. لكن انا بقول لحضرتك لا، خدها من جانب اخر، من 11 قرش اللي بتتباع بيهم الكهرباء تكلفتها على الدولة أكثر من 64 قرش، الفارق بين 11 و64 بتتحمله الدولة دعم لهذه الشريحة. يا فندم ما هي الناس قالت ماشي حرك الأسعار، ماشي حرك الأسعار، بس خلي فيه شفافية في الزيادة ودقة في التسعير بس. يا فندم شفافية مؤتمر صحفي ووزع على زملائنا الإعلاميين. أنا فاهم يا فندم، ولكن اللي بيجي في الفاتورة يا فندم غير اللي بيتقال في المؤتمر الصحفي. حاضر، اللي بيجي في الفاتورة على أرض الواقع غير. والله طيب حاضر، ده اللي الناس قالته. ارد على حضرتك، ارد على حضرتك لاهلنا وللمواطنين اللي سامعيننا، ال 50 كيلو وات ساعه اللي فاتورته كانت 4.5 جنيه بقت قيمتها 6.5، وال 100 كيلو وات ساعه ل 12.5 بقت 17. حد عنده مشكله؟ ده امر وارد واحنا بنرحب باي مشكله، لكن المواطن تاني اللي قلقان يغير عداده بعداد مسبق الدفع. يا فندم النهارده فتحنا قنوات للشحن العدادات، مش بس في الكهرباء، هيكون في مكاتب البريد ومحلات تجزئه وخلافه. عندنا القنوات التواصل اللي انا ذكرتها عن بعد، تقدر توصل مشكلتك للكهرباء، الواتساب وابلكيشن الموبايل والتليفونات. ما هو في النهايه هيدفع، هو في النهايه زي الدكتوره لميا، هي رحلت بس لشهور ثانيه يا دكتور، انما الغلطه لما سالتها ليه بتغيرش عدادها بدل الدوشه دي بعداد مسبق ما جاوبتش. طيب هي الفاتوره يا فندم اللي هي في حدود 20 جنيه دي، هي ليها رسم اصدار؟ بص حضرتك احنا النهارده بنقول 32 مشترك، لا 32 مليون، لو حد قال مفيش خطا يبقى غلطان، لا في خطا، سلوكيات ناس، موظف الكهرباء ما عرفش كويس، العداد مسروق منه، العداد بايظ وعايز معايره وكاليبريشن وفحص انه عمره تجاوز عمره الافتراضي، اسباب متعدده احنا بنلاحقها، واحنا بناكد تاني ان احنا موجودين لخدمه اهلنا وبنعتذر عن اي خطا من جانبنا. يعني يا فندم اللي بيقولوه ان التقديرات بيشلوا جزء من الفاتوره من الاستهلاك بيحطوا له على الشهر اللي بعده، حصل لهم كده ولا حالة ولا حالتين ولا ثلاثة؟ احنا بنقول ده كتير يا فندم، ده مش حالتين والله، ده كتير يا فندم. يتوقف، انا مش عايز افتح تليفونات تاني وما يدفعش. حد يقول له واحد من شوية يعني الزميل المستمع اللي قال كاتبين لي في الفاتورة قراءة اكبر من العداد، بقول له اهو ما تدفعش وتوجه لإدارة الكهرباء او ادي له حضرتك رقمي في الاعداد او يقابل المدير المسؤول ويراجعوا الموقف وما يدفعش الفاتورة. انا يعني احنا الكلام ده اتقال كتير، فاحنا مفيش حاجه اسمها يدفع هو اكتر من عمره يا فندم، غصب عنه يا فندم هيدفع. بعد كل ده هيعمل له تخفيض 1000 جنيه لو جاله، لو جاله 2000 جنيه زياده هيشيل له 1000 جنيه ويدفعه 1000 جنيه. غصب عنه دي مرفوضه، غصب عنه دي مرفوضه. انا بقول لحضرتك وده كلام السيد الوزير اطلاقا،
ده قطاع خدمي وموجود لخدمة الناس وحل مشاكلها. طيب اسمح لي اخد كمان تليفونين. الاستاذ سامح اتفضل يا فندم. مساء الخير عمرو بيه. مساء الخير يا فندم. انا بس هتكلم في نقطتين. اول نقطة حضرتك ان انا جات لي الفاتورة الشهر ده استهلاكها 1174 كيلو. فسألت المحصل كام؟ قال لي 512 جنيه. بعد ما مشي المحصل طب اقول له بصيت في الفاتورة لقيته مخفض لي من الفاتورة 109 جنيه. حاولت اسال يا جماعه طب انتوا خفضتوا ليه؟ ما حدش عنده رد. قال احنا بنخفف عليكم. قلت له حدش طلب منك بنخفف عليك؟ علي. فهل دوت ده سؤال للمتحدث باسم وزاره الكهرباء. هل الكلام دوت الزياده اتطبقت ولما قبل المؤتمر الصحفي بتاع وزير الكهرباء ولما حصل الكلام ده نزلوا هذه الموضوع تسويات ولا لا؟ طيب اتفضل دكتور. اديني من واحد. طب معلش بس ناخد الجزئيه دي دكتور يماني اتفضل. ايوه فندم لسه الفواتير بعد الزياده ما نزلتش. عايزين نوضح بس الامر الثاني. بناشد كل اهلنا في كل المحافظات ما يختزلش الكهرباء وشركاتها وقياداتها و في حد في كلمه من موظف صغير رجاء. طب ايه ال 109 جنيه دول اللي اتخفضوا يا دكتور يماني؟ ليه اتخفضوا ال 109 جنيه؟ موجودين على الفاتوره تخفيض على الفاتوره خصم يعني. طيب الاول حاجه اعملها انا كمواطن اول حاجه اشوف القراءه اللي انا بتحاسب عليها في الفاتوره واقارنها بقراءه العداد. حضرتك عملت كده يا فندم؟ لا يا فندم. الامر الثاني الراجل جالي قال لي 512 جنيه دفعت له شكرا. الامر الثاني لا مش جالي وقال لي لا يا فندم لا حقك انت متعاقد مع الكهرباء حاجه ثاني. بس سعادتك حاجه ثاني بس عايز اقول لسعادتك على حاجه صغيره. اتفضل. حضرتك عدد المشتركين اللي عند سعادتك عندهم عدادات مقارنه بعدد الكشافين. لو انت عندك كشافين يغطوا 10% من الكلام دوت واخد بالك على حضرتك مش هيحصل اخطاء. لكن طبعا الاخطاء ورده بشكل كبير جدا. تمام. وساعات طيب. الحركه اللي بتحصل تقريبا بالتحديد في شهر اغسطس يا عمرو بيه شهر اغسطس اكبر شهر في استهلاك كهرباء بالنسبه للبيوت عشان درجه طبعا. الحراره طبعا. بيحصل يا فندم ان القرايه بتتاخد قبل شهر اغسطس لمده 15 يوم وفي نهايه شهر اغسطس بتتاخد ل 45 يوم يوم يدخلك في شريحه ثانيه. لو انت استهلاكك 400 500 جنيه عندك جهاز او اتنين تكييف شهر اغسطس في نهايته حضرتك بتدفع 1500 جنيه طيب. 1700 جنيه. ده كلام هو بيجي ياخد قرايه لمده 15 يوم والمره الثانيه يجي ياخد قرايه 45 يوم. تمام. اشكرك يا استاذ سامح شكرا جزيلا. واروح لاتصال اخير مدام جيجي عشان الدكتور يماني انا عارف انا طولت عليه ولكن هو ده الوضع وانا حابب اكون صريح مع حضرتك لان سياده الوزير قال لي قال لي هات الفواتير. هو الوزير قال لي كده وانا عملت كده. يا استاذ جيجي اتفضلي يا فندم. مساء الخير استاذ عمرو. مساء الخير يا هلا. دكتور يماني حضرتك بتقول ما فيش حاجه غصب عنك. لا احنا دفعنا غصب عننا. انا جالي فاتوره السنه اللي فاتت في الساحل الشمالي في مارينا في يناير وفبراير 1200 و800. يناير وفبراير في مارينا 1800 ازاي؟ في مارينا ايوه. وبعدين رحت الكهرباء قالوا لي يمكن العداد بايظ. جم فحصوا العداد قالوا لي ما فيهوش حاجه واضطريت ادفع غصب عني. يعني ايه يا فندم دفعت؟ طب يمكن ده دوت استهلاك الدفايات يعني دفايات يمكن دفايات وانا مش موجوده. ده ممكن. هو حضرتك ما كنتش موجوده اساسا يعني يا استاذ عمرو. خلينا هكون في شهر يناير وفبراير. قارن قراءه العداد بقراءه الفاتوره شوف كده حضرتك. ها يا فندم مدام جيجي مع حضرتك على الهواء. استاذ مدام جيجي اهلا بحضرتك يا فندم. يعني اول حاجه اعملها انا كمواطن ابص في قراءه العداد اللي عندي وقراءه الفاتوره. ممكن جدا تكون سايبه لشهور طويله مثلا شهور ما اتدفعتش او ثلاجه شغاله او خطا من جانب الكهرباء. ده وارد. انا بقول اهو ثاني انا تصورت كده ورحت الكهرباء وقلت لهم ايوه يا فندم. قالوا لي يمكن العداد بايظ. حاضر تعالوا كشفوا على العداد. جم كشفوا على العداد. قراءة اخبارها ايه مع العداد؟ قراءة العداد مع قراءة الفاتورة يا مدام. انا هكون هنا في يناير اقرا قراءة يا فندم. يناير لا حضرتك لا حضرتك كنت موجودة هناك فمعاك الفاتورة وقدامك العداد. ما حاولتيش تعملي مقارنة. يا فندم انا باجي في يوليو مش في يناير ولا فبراير. برضو هو برضو يا دكتور يماني يعني حتى يا فندم لو في خطأ فالخطأ يبقى 1600 جنيه يا دكتور. يعني ده مش مقبول. ده في يناير في الساحل الشمالي ومفيش حد في الشاليه. لا يا فندم مش مقبول طبعا. هو الكهرباء النهارده ده موظفين وبيحطوا في جيبهم ده عليهم اجهزه رقابيه و لكن انا بقول تاني اللي متضرر من الفواتير يتقدم للكهرباء يغير عداده بعداد مصر. طب هي لما راحت يا فندم واشتكت لقت ان العداد سليم بس يظهر خطا في القراءه فقالوا لا لازم تدفعي ودفعت. يا فندم انا 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 الرقم اللي بتكلمونا عليه واتساب ارجو تصوروا لي الفاتوره ورقم اي موظف وانا بقول لحضرتك هحلها. حاضر
يا دكتور يماني، يا دكتور يماني، حضرتك قلت لي من شويه انك حضرتك اللي قلت للناس لما تلاقي ان في قراءه خاطئه فبالتالي تقدير جزافي ما تدفعش، صح يا فندم؟ انا قلت قراءه خاطئه ايه تقدير جزافي؟ لا مفيش تقدير جزافي. امال على ايه؟ فكره عايز اقول حاجه يا استاذ عمرو، احنا الدول معظم دول العالم بتعمل اقراء كل 3 شهور. طيب طيب يا دكتور يماني، يا دكتور يماني، احنا بالالي وبعدين تظبط الايقاع عادي خالص. تمام، عشان بس الكشافين ما يزعلوش، بس اقول يعني النهارده ممكن نركب عداد مسبق الدفع، ممكن نتواصل مع قنوات الاتصال اللي انا قلتها. طيب مفيش مشكله. ولكن يا دكتور حضرتك قلت لي ان مفيش حاجه بتتشال وان ممكن ما يدفعش لما يتظلم، لكن راحت تتظلم ودفعوها برضه يا فندم. القراءه الخاطئه كانت بتقطع يا استاذ عمرو، والحمد لله مجهود كبير بذل من الكهرباء يا فندم. ما احنا عارفين يا فندم، والله العظيم عارفين. احنا بالعكس احنا قلنا ده ان قطاع الكهرباء فيه دعم كبير، فلازم فاتوره الكهرباء تتحرك شويه يا جماعه. احنا قلنا الكلام ده مع سيادتك والله، ولكن احنا بنقول لما الناس تدفع وتتحمل ما تحملوهاش اكتر من اللي هي المفروض تدفعه. بس ده هو كله. انا برضه من حضرتك من خلال البرنامج والشريط الاخباري المتحرك ارقام التواصل اللي انا قلتها، يا ريت اشكرك واشكر القناه يعني انه يساعدونا في نشرها. حاضر يا فندم، حاضر حاضر. وارجو بس ان الكشافين ما يزعلوش، لان لما كلمنا سيد وزير الكهرباء على مساله الارباح وسيد الوزير اتكلم على المرتبات، للاسف اتشتمنا، اتبهدلنا على صفحه لا العاملين لا في وزاره الكهرباء. لا يا فندم، لا والله العظيم اتشتمت، لا نقبل هذا اطلاقا والله. وممكن ابعت لحضرتك بقى على الواتساب بتاعك بقى، ابعت لك الشتيمه كل ده. انا والوزير بالمناسبه يعني شتمنا عشان اتكلمنا في جزئيه خطا في جزئيه ما بال حضرتك النهارده في مساله الكشافين ومساله القراءات بقى. ف والله يعني يا استاذ عمرو، اي عمل بشري يعني كلنا الاعلاميين والمهندسين والفنيين، اي عمل بشري لا يرتقي لدرجه الكمال، كلنا بنحاول طبعا نتدارك الخطا، ولكن الخطا يعني ما يكونش لدرجه. اشكرك شكرا جزيلا دكتور يماني، واشكر الحياه ساعه صدرك في الرد يعني. شكرا عمرك. شكرا جزيلا دكتور محمد يماني المتحدث باسم وزاره الكهرباء، شكرا لحضرتك. بعد الفاصل نشوف اطراف ازمه الدواء، خليكم معنا. على الرغم من تعامل الدولة معه كقضية أمن قومي وزيادة أسعاره مؤخرا، إلا أن الدواء ما زال يشهد نقصا في عدد كبير من الأصناف، بعضها ليس له بدائل. علاج مثلا للقولون، دين القلب، أدوية الضغط، أدوية السكر، الحاجات دي يقول لك لا ده ما عنديش، يعني ما عنديش. أروح مثلا لأغذية تانية يقول لك لا ما فيش، ده ناقص مثلا في السوق. في أدوية اللي هي من مرضى السكر دي برضو فيها نقص كتير، شوية تلاقيه وشوية يغيب شوية، يعني برضو مش حاجة مش منتظمة. لازم أركز كويس في الكواليتي بتاعت البرودكت عشان أقدر أنافس المصري، وقت ما أنافس المستورد، وقت ما ينقص المستورد أنا أبقى دون. ازاي وزاره لا تضع قوانين ملزمه للشركات بسحب الادويه منتهيه الصلاحيه وتستاب العلاقه كده علاقه عشوائيه ما بين شركه الانتاج والتوزيع والصيدليات، بين حمايه المواطن وحمايه مال الصيدله. الصيدله اكثر حد مظلوم في الحلقه، ان انا عندي ادويه منتهيه ثم بختمها ثم بجنبها ثم بعد كده ما بلاقيش حد ياخدها. ارتفاع سعر الدولار وتاثيره على الشركات المنتجه والمستورده اكثر العوامل تاثيرا في ذلك النقص، كما يراها العاملون في مجال الدواء. نزول سعر العمله طبعا اثر على الدواء المستورد خاصه، لان النزول حوالي 15% ده لازم يتعوض، والادويه دي ما زادتش، لان اللي زاد اللي هو اقل من 30 جنيه، فده بيتهيألي حل الأزمة للأدوية المستوردة. المفروض أن الوزير إدى مهلة 3 شهور أن جميع الأدوية الناقصة اللي هي سبب الزيادة أنها تتوفر. مفروض من 27/5 ابتدت في أدوية تنزل، لكن لسه طبعا برضو الناس مش حاسة فعلا البروجرس اللي حصل في السوق، أن في أدوية كتير توفرت يعني. فنأمل أن على الشهر اللي جاي، نهاية الشهر الجاي، كل الأدوية تتوفر يعني. توفير الدواء واجب على الدولة وفقا للدستور، وحق للمواطن الذي ينتظر من حكومته أن تحيطه بعنايتها وتمنحه الحق في العلاج. محمد سلامة، هنا العاصمة. سريعا أدخل في الموضوع، نشوف إيه أبعاد اللي بيحصل في الدواء. مسألة التسعير، مسألة الدواء منتهي الصلاحية اللي ما بيتاخدش وللأسف بينزل تاني الأسواق، مسألة الأدوية الناقصة، أمور كتير هنقشها مع ضيوف الكرام في الاستوديو. برحب بالدكتور هشام ثروت حجر، رئيس شعبة الأدوية
بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك، وبرحب بدكتور جورج عطلة عضو مجلس نقابة صيدلة مصر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، وكذلك أرحب بدكتور عصام القاضي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب. ست نائب، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا وسهلا، وأرحب بالأستاذ الدكتور ماهر الدمياطي رئيس لجنة قطاع دراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، أستاذ العقاقير الطبية، وطبعا محافظ بني سويف الأسبق ورئيس جامعة الزقازيق. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا وسهلا. اسمحوا لي أبدأ بوجهة نظر الصيادلة. إيه اللي بيحصل؟ هبدأ مع حضرتك دكتور جورج فيما يتعلق بالأدوية المنتهية الصلاحية الموجودة في الصيدليات، واللي نبه ليها سيادة النقيب إنها ما بتتسحبش، بنجنبوها ما بتتسحبش، وللأسف بترجع تاني يعاد استخدامها مرة أخرى وتتدور وتنزل للناس. اتفضل يا فندم. تمام. الأول مساء الخير على حضرتك ومشاهدين حضرتك الكرام. أهلا بسيادة. الأول حضرتك لازم نفهم المواطن البسيط أو المريض إن المنتج الدوائي ده شركة الأدوية بتقوم على إنتاجه وبتقوم على عمل الدعاية الطبية الخاصة به علشان تسوق له في السوق الطبي. فحضرتك أحيانا في بعض الشركات بيبقى فيه قصور في الناحية الدعائية، فبنبص نلاقي إن الدواء الصيدلي اشتراه وقعد عنده لمدة 3 أو 4 سنين وبعد كده بقى إكسباير، ومفروض الشركات زي ما هو متعرف عليه في كل الدول الخارجية أو الأوروبية إن الشركات بتسحب الأدوية منتهية الصلاحية بتاعتها، وخاصة إن هي بيتم تخصيمها من هامش ربحها أو من ضريبة. المشكلة الثانية حضرتك إن تكدس هذه الأدوية ده سبب ضعف قرارات وزارة الصحة باستصدار قانون أو قرار ملزم لشركات الأدوية بسحب الأدوية منتهية الصلاحية. أحيانا في بعض الأحيان بيتم إعادة تدوير هذه الأدوية واستخدامها في أماكن غير الصيدليات، في أماكن ناس بتبيع أدوية عن طريق الإنترنت، في ناس بتبيع أدوية عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي، في أدوية بتباع في العيادات الغير مرخصة، في أدوية بتباع عن طريق بعض الناس اللي بتلف في بعض. مفيش حاجة بتيجي تاني الصيدليات؟ لا فندم، لأن حضرتك في تفتيش ملزم على الصيدليات، ومن إحدى حاجات التفتيش دي إن هو بيدور على أي دواء لازم يكون متواجد ليه فاتورة في الصيدلية. الأدوية دي بيعطى فاتورة شراء من الشركة الموزعة. من الشركة الموزعة المرخصة. تمام. فبناء عليه الصيدليات، مفيش صيدلية نائية هنا ولا صيدلية نائية هنا. لا بص حضرتك، هقول لها الدواء ده وترجع تدخله. كل مهنة فيها نسبة بتبقى مش ملتزمة. تمام. لكن احنا بنتكلم على عامة الصيدليات ما بيبقاش فيها الموضوع ده خالص، واحنا برضو ما نجيش نرمي المشكلة عند الصيدلي، لا، المشكلة عند الشركة المنتجة والشركة الأم لأنها ملزمة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية اللي عندها. طيب أنا هاخد تعقيب دكتور ثروت، اتفضل يا فندم. الشركات هنا متهمة من نقيب الصيادلة ومن الصيادلة إنها ما بتمرش بشكل دوري، ما بتسحبش الحاجة بشكل دوري، أكيد مش هياكلوا الدواء ولا هيشربوا الدواء الفاسد عندهم أو عفوا منتهى الصلاحية عندهم. اتفضل دكتور. يعني عايزين بس نفصل حاجتين عن بعض. الأدوية منتهى الصلاحية طبعا دي شيء طبيعي هتحصل، لازم في أدوية منتهى الصلاحية، والطبيعي إنها بترجع. تمام. ده الطبيعي إنها بترجع، وفي نسبة في كل شركة عاملاها وهي بتبقى في حدود 2% مثلا مبيعات الشركة، وده ماشي. تمام. جزء بقى على التدوير طبعا دي حاجه غير قانونيه، دي حاجه يعني بس ممكن بس انا خايف بس استنى في الجزء الاولانيه. لا عايز ابقى بس في الجزء الاولانيه اللي هي فكره ال 2%، كل شركه عارفه ان ده بيرجع طبعًا من المبيعات بتاعتها طبعًا. طيب هنا بقى فكره ان الشركات مفيش مندوب بيجي للصيدليه بشكل دوري منتظم ياخد منتهي الصلاحيه، الشركات ما بتاخدهاش، معظمها ما بتبيعش مباشره للصيدليات، في شركات توزيع في النص وشركات كبيره، يعني شركات كبيره وستين فرع في الجمهوريه وحاجات دي. تمام. فالشركات دي هي اللي بتلم المنتجات بردك. أيوة. بنظام معين هي عاملاه متوافق مع حجم مسحوبات الصيدليات، يعني غالبا بيبقى متوافق مع ده الطبيعي بردك. انا بتكلم. أيوة. على الطبيعي ده كان اللي بيحصل يا فندم. لا وده اللي بيحصل فعلا، ده بيحصل، ده اللي بيحصل، ده وبيحصل، ده اللي بيحصل دكتور جورج. لا لا الطبيعي بيحصل. لا حضرتك نسبه 2% دي اقل كتير جدا من ادويه منتهى الصلاحيه، بمعنى ان انا لو عندي ادويه ب 100 جنيه اطلب طلبيه ب 5000 جنيه عشان ارجع عبوه ب 100 جنيه، ما ينفعش. دواء اصلا شركته اهملت الدعايه الطبيه عليه، دواء راكد بسبب عدم التزام الشركه بتسويقه. تمام. ما حضرتك انا المنتج ده مش ببيعه في اي وقت، فالشركه الموزعه بترفض تاخد منك الكميه او تقول لي انا هاخد نسبه 1 أو 2%. ازاي؟ طب ما انا عندي اصلا المنتج بتاعك راكد. ادفع 5000 جنيه علشان ارجع دواء منتهي الصلاحيه ب 100 جنيه؟ طب طب دكتور ثروت انا يعني محتاج رد في الجزئيه دي. لا ما هي الجزئيه دي انا بتكلم على الطبيعي، الطبيعي ان هي تاخد نسبه من الطلبيه. اللي مش طبيعي بقى اللي احنا عملناه من شهر اكتوبر اللي فات مع النقابه ومع رابطه الموزعين ومع شعبه الادويه في الغرفه التجاريه. تمام. في لجنه
كانت معموله لغسيل السوق، ودي ثالث مره يتعمل فيه غسيل سوق. غسيل السوق ده بقى احنا كان فيه اتفاق فيه ومضناه مع بعض كلنا كويس، بيتضمن انك في فتره انك ترجع بدون قيد ولا شرط. ده كان اتفاق اتطبق يا فندم؟ اتطبق؟ شركات كتير، في شركات طبقته. معلش اكمل كلامي، في شركات كتير طبقته وانا عارف عندي عادي يعني لسه شركات مطبقه. كم في المية طبقوه؟ لا المصانع بنسبه فوق 80%، المصانع شركات كم في المية؟ واخد بالك؟ انما المشكله مش كل الدواء له مصانع، ومش كل الدواء، في دواء مستورد وفي دواء متهرب وفي دواء تون. انا بتكلم على الدواء الرسمي الدواء اللي في الصيدليه. لا وفي دواء رسمي في الصيدليات برضك، بس اصحابه لم يعودوا متواجدين في البلد اساسا. يعني اتبخر؟ لا ما هو حضرتك في حاجه اتعملت مين هيتحاسب عليه؟ لا قدر الله ثبت بعد كده ان الدواء ده ليه اي مشكله، مين هيتحاسب عليه؟ فين الدواء اللي في الشركه الصناعيه؟ مش مسؤوليتنا كمصنعين، انما الوزاره في فتره ما سمحت للناس ما عندهاش مصانع تسجل ادويه وتعمل عقد تصنيع في شركه، وعقد توزيع في شركه، وعقد العقد في شركه ثالثه، واخد بالك؟ بعض هذه الشركات لم يكن جاد وعمل شغل وباعه ومشي. طيب دوركم ايه يا فندم في الرقابه على الشركات اللي المفروض انها ترجع تلم تاني الادويه منتهيه الصلاحيه من الصيدليات عشان ما تتسربش لبير السلم وترجع لنا تاني بشكل دواء؟ دوركم ايه؟ دورنا احنا بنقبل مرتجعات طبعا، بنقبلها. ما حضرتك مش عارف، هو مش كلامي، كلام الدكتور جنب حضرتك. في نص حلقه انا عايز اوضحها، في نص حلقه لما عملنا غسيل السوق اللي حصل، حلقه الموزعين. الموزع ده عنده مخازن عاملها على حجم شغله، ما فيهاش يعني مش هيقدر يستوعب اكتر من كده بالظبط كده. فخليها في الصيدليه بقى. كان اللي بنعمله الاتي، تمام هي دي بصراحه بقى يعني. لا ما قالش مش كده. النص الاولاني صح ان هو بياخد على قد طاقته في التخزين للمرتجعات، النص الثاني غلط. ليه؟ ما قالوش خليها عندك، لا اخد اعلى من النسب العاديه، واخد بالك؟ وبعض الشركات كان وصل مرتجعاتها في اخر السنه اللي فاتت ل 6%، تمام، ودي رقم يعني طبعا مؤذي للشركه. مش 2% زي ما هو وصل ل 6% عشان غسيل السوق اللي كان بيتنفس كويس، ففي عندي 4% كده زياده. انما المشكله ان الموزع ما عندوش طاقه تخزينيه لهذه المرتجعات عشان يجمعها. يعني هو شغلانته يا فندم وان وي، شغلانته يوزع، يعني هو شغلانته يوزع ما يستردش المنتهى الصلاحيه. طب هيحطها فين؟ حطها فين ايه؟ ما لازم ياخدها ويرجعها لشركات تانية. هتروح لمعدة الناس. لو ما اتسحبتش هتروح لمعدة الناس. فاحنا لا حد الكلام ده مش مظبوط. معلش ده نقيب الصيادله قال كده على الهوا. معلش نقيب الصيادله مش ماسك مصنع. نقيب الصيادله بيتكلم عن صيدليات وعن ظاهره هو شايفها. منظومة حملها. انما الواقع غير كده، الواقع غير كده يا استاذ عمرو. الواقع الشركات بترجع، واخد بالك؟ ومدينا الفتره 3 اشهر وممكن نمدها تاني. انما اللي حاصل ان ما حدش بيجيب لنا مشكله حقيقيه بيقول والله اهي المشكله الحقيقيه مكتوبه عشان نحلها. طب ما المشكله هي يا فندم قدام حضرتك. المشكله ادي الجثه موجوده قدام. لا 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 الجثه مش موجوده ولا حاجه، الجثه خلص جزء كبير منها. خلص جزء ومساعدين السنين اللي فاتت ما بيرجعوش، 4% ما بيرجعوش، معظمهم عند الصيادله. لا بيرجعوا حضرتك، بيرجعوا. بيرجعوا دكتور جورج؟ لا بيرجعوا. طيب هاخد راي الدكتور مهر دمياطي. راي حضرتك ايه في المشكله دي؟ انا هرجعها لان ده فشل اداري. لان الموضوع ببساطه المخاطر اللي قال عليها الدكتور ثروت حجر دلوقتي. هشام ثروت حجر طبعا. دكتور هشام في حكايه التدوير الصيدله طبعا فئه من الفئات المتعلمه والمثقفه وبنحترم فيهم انهم عندهم ضمير وخلافه، ولكن الامر لا يخلو ان يحدث هذا، فلازم ناخده من هذا المنطلق ان في مخاطر اساءه استخدام ومخاطر ماليه اخرى على الصيدلي او من يتحمل سعر هذا اللبن. الموضوع ببساطه شديده جدا بنحدد بنقول هل ممكن يبقى هناك منظومه لعلاج ده؟ في مشكله بس لازم بقى نعالجها. الوش اوت وفشل الى حد كبير، مظبوط يا دكتور؟ انا مش شايف فشل. النقابه اللي بتقول دكتور حجر شايف كل حاجه صح، يعني كل حاجه مظبوطه. مش فشل، مش فشل، لان انا عندي شركات اضعاف. واضح ان البرسنتج المصرح بيه النسبه اقل من المعتاد او المطالب بيه مصر، اللي هي 2%. نبص فيها تمام. نرفعها لخمسه، نرفعها لسته، او نقول كله يرجع. بيقول ما عنديش مخازن يا فندم. دي قضية تانية، عشان كده بقول لك مشكلة إدارة، مشكلة إدارة. الحاجة التانية خليني بس أقول لك، لأن في بلاد بتعمل المرتجع ده كاملا بنسبة 100%، بس في فترة زمنية محددة عشان الشركة الأم تقدر تتصرف في موارد إليه. الحاجة التانية واللي هما ما ذكروهاش، الدواء ده بينتقل من مرحلة إلى مرحلة بفواتير، وعشان تعمل مرتجع لازم يبقى عندك هذه الفاتورة 100%. إذا كان النظام ده غير مؤسس له في مصر وغير مراقب بطريقه جيده، لان ده هو الدوكيومنت اللي بيني وبينك ان انا خدت منك الحاجه دي، صحيح هتيجي ترجع لي حاجه انت جايبها عن طريق موزع او خلافه، بس انا كشركه هقول لك ايه؟
فين الدوكيومنت اللي بيقول انك انت خدت الحاجه اشتريتها مني انا من عندي؟ ده الكلام ده صح دكتور جورج؟ متهيألي صح هو الكلام ده مظبوط يا فندم، بس احنا عندنا المنتج بتصنعه شركه واحده. يعني انا مثلا سي عقار دواء سين، فشركه صاد هي اللي بتنتجه، ما بيبقاش موجود في السوق الا عن طريق الشركه، فلازم يرجع للشركه بالزبط. دي بغض النظر عن الفاتوره بالظبط. لا خلينا بقى ناس اداريين محترمين ونقول حتى لو هي شركه واحده، بس مين اللي جابها لي؟ لازم اثبت دخلت لي شرعا وقانونا ازاي. كنا متفقين يا دكتور في الوش اوت اللي احنا بعد انتهيه الوش اوت هيبقى الارتجاع بالفواتير، لكن المرحله نفسها وقفت. اذا انت رجعت اللي بالزبط. انا بقوله بالزبط. في مشكله عايزه تتحل بانهم الاطراف كلها تقعد وتخلصها في الماضي، ولكن في ما هو قات عشان ما نرجعش بعد ست شهور ولا سنه تمام. نقعد نتكلم نفس تمام. الكلام. عشان كده الثلاث نقاط اللي انا قلتهم دول مهم جدا. المنظومه الاداريه والنسبه عليه. لازم ترتفع، والنسبه لازم ترتفع، والتعامل الرسمي من خلال فواتير كويس رسميه قوي. طيب من جميع قعدوا يا فندم وعملوا كذا اجريمنت او اتفاق وما فيش حاجه بتحصل؟ لا ما التزموش بالحاجات دي كلها. طيب مين المسؤول يلزم يا فندم؟ مين اللي هنا يلزم؟ الجهات المعنيه اللي هي مين؟ نمره واحد وزاره الصحه، نمره اثنين الشركات الادويه، وبالاتفاق مع نقابه الصيدله. لان اللي يلزم كل ده يا فندم مين؟ وزاره الصحه وزاره الصحه هي المسؤوله قدامنا. طيب بما انها بقى حكومه فنخش على اللي بيراقب الحكومه واللي بيحاسب. سيادة النائب دكتور عصام القاضي، رأي حضرتك إيه؟ وأنت عضو لجنة الصحة، موقفكم إيه في مجلس النواب في القضية دي؟ في أدوية ناقصة؟ في أدوية بتتدور في بير السلم وفي حاجات كده كتير، موقفكم إيه يا فندم؟ الأول قبل ما أبدأ عايز أقول إن إحنا بكرة إن شاء الله في طلب إحاطة مقدم في لجنة الصحة الساعة 10 الصبح، هنفتح فيه ملف الدواء بالكامل بكافة مناحيه. لما أجي أتكلم على الإكسباير ديت، دي عملية خطيرة جدا جدا جدا، زي ما الدكتور جورج قال احد الاسباب ان الشركات ما بتعملش الدعايه الكافيه فما بتسحبش الدواء فبيبدا راكد فبيبدا تاريخه ينتهي الصلاحيه في الصيدليه. تاني حاجه ودي خطيره جدا جدا، العدد الرهيب من الشركات اللي بتنتج اكتر من نفس النوع، فممكن انا كطبيب بواظب على نوع معين سي بقى بتفهم على الشركه او اي حاجه معينه، فحل للمشكله دي بقول لازم يتعمل الجينيريك نيم الاسم العلمي صح. الاسم العلمي زي ما في العالم كله، انا بتكلم على انا عايز الاسم العلمي تحت اي مسمى هيخلي لي المشكله دي تنتهي، لان هبدا اعمل توازن بين الادويه اللي موجوده عندي كمسميات اقلل شويه نسبه الفاقد عندي. التصريح تصريح دكتور عبيد نقيب الصيادله لما كان معانا الاسبوع اللي فات على الهواء، لما بيحمل منظومه الدواء في مصر مسؤوليه ارتفاع سرطانات الاطفال والفشل الكلوي، رأي حضرتك ايه في هذا التصريح وانت كعضو مجلس نواب عن الامه دي؟ يعني طبعا دلوقتي انا بقول بيتسرب، انا يعني لسه الصيدلي مكلمني من شويه قبل ما ادخل بيقول لنا في مجموعه بتمر باستمرار ولهات كل الدواء اللي عندك بسعره الحالي وانا هاخده. قال له انت مين وفين وتديه فين؟ طبعا ما رضاش يديله، انما بعض اضعاف النفوس ممكن يديهولي. ممكن الشركات، الدكتور هشام بيقول عندي المخازن، المفروض الدواء ده اخده اعدمه فورا مش مستني مخازن، ده دواء خلاص صلاحيته منتهيه ما اقدرش اتعامل بيه. عند الموزع مش عندي، بالظبط. انا بقول لازم يعدل، لان انا مش مشكله مش شايف في هو الموزع ده اللي إيه؟ هو الموزع ده اللي محدش عارف يمسكه ماسكه يعني الموزع ده فين يعني؟ وبعدين هو مين تبع مين الموزع؟ الفاتوره في عده جهات. انا عندي مثلا من ضمن الحاجات بعض عشان ما يقولوش بيعمم، بعض مخازن الادويه ودي كارثه. مخزن الادويه ده برضو بيتعامل مع الصيدليه بفاتوره فممكن يتسرب لماركه، ممكن انا كشركه منتجه ما اقدرش اعيد الدواء تاني مره او اعيد بيعه تمام. لكن ممكن عن طريق بير السلم ويرجع عليه المخازن والمخازن تبدا توزعها. طيب وطبعا في 11 مخزن سمعنا ان في مشاكل مظبوط، عمليه كبيره جدا. يعني مش عمليه ان الشركه تقبل انها تاخده مرتجع بس، لا في عده حاجات جميل. لازم فعلا، عشان كده بكره هنبدا نعمل فتح شامل للملف، مش هتتطرق لحاجه غير ما نبدا ندخل في نقاط. طب ليه ما عملتوش لجنه لتقصي الحقائق فيما يتعلق بده؟ ده اولى كمان. يعني مع القمح بنتكلم في 621 مليون جنيه اهدار مال عام في القمح. انت هنا في الدواء تتوقع كميه الفساد الموجوده في القطاع ده، غير الضرر اللي بقى الصحي يعني المالي كمان قد ايه؟ حضرتك سبقت الاحداث دلوقتي، ما هو ده يعني ضمنيا احنا متفقين على كده، لان واضح ما هو رؤى العين فعلا معروف ان هناك فساد وفي مشاكل كتيره.
نبدا نتبين ونطلب بعد كده ان شاء الله من المجلس لجنه تقصي حقائق على مستوى عالي. العمليه خطيره جدا، ما فيش اخطر من صحه المواطن. طب اسمحوا لي اخرج لفاصل، وبعد الفاصل هستمع لوجهه نظر الصيادله واستمع لوجهه نظر شعبه الادويه على فكره الدواء المتبقي مين بياخده، وهل فعلا الناس بتيجي للصيدليات سمسره تاخد الدواء تروح توديه بير السلم وترجعه تاني ولا لا. بعد الفاصل خليكم معانا. اهلا بحضراتكم، ناخد بسرعه كده تليفونين عشان تكون الصوره واضحه امام ضيوفنا الكرام. استاذ علي اتفضل يا فندم. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. انا طبعا دكتور علي عوف رئيس شعبه الادويه بالاتحاد العام للغرف التجاريه وعضو لجنه غسيل السوق مع الدكتور هشام. اهلا وسهلا دكتور علي. اتفضل. تمام. وطبعا مشروع غسيل السوق لما بدا في اكتوبر اللي فات كان هدفه الرئيسي والاساسي تنظيف السوق من اي ادويه منتهيه الصلاحيه. طب ده ممتاز. وكان في وجود الساده رابطه الموزعين زي ما الدكتور هشام الاخ الفاضل والرجل المحترم اثار هذا الموضوع وقال لك قبل كده حصلت مرتين كويس. انا بقول لحضرتك بقى الاتي. اولا هذه الصناعه منذ قديم الازل والاحتكار هو السيد الموقف، وبالتالي الشركات الكبيره والمصانع الكبيره هي من تتعنت مع الصيادله في ارتجاع الادويه منتهيه الصلاحيه. تمام. هناك دور الشركات لازم تقوم عليه بالتسويق لمنتجاتها وليس الصيدلي. لما الصيدلي النهارده يبقى عنده دواء ضغط دكتور جنبه كتبه لفتره وبعد كده الدكتور توقف وبقى اكتئاب عند الصيدلي، مش ذنب الصيدلي ان الدواء ده الشركه مقصره فيه، ده رقم واحد. صح. طيب رقم تمام. اتنين. رقم اتنين، اين الاتفاقيه بتاعت الوش اوت وانا واحد فيها؟ الناس قعدت تتلاعب الشركات الكبيره وهناك مصانع، والدكتور هشام يقدر يقول كم مصنع كبير رفض ان هو يرجع الاكسباير. حضرتك لما رقيب الصيادله في الاجتماع اعلن ان هناك 600 مليون جنيه ادويه اكسباير موجوده في السوق، نتج عن كده ونتج عن تلاعب الشركات الكبيره في انها ما هياش عاوزه. الشركات الكبيره دي يا فندم مصريه ولا اجنبيه؟ حضرتك خش على الفيسبوك. خش على الفيسبوك هتلاقي في كارثه في 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 جبين مصر. يبقى في حاجه اسمها تجاره الادويه المنتهيه الصلاحيه، نبيع ونشتري، تجاره رائده. دي بورصه يا فندم، بورصه كده علني، صفحات على الفيسبوك للدواء الفاسد. علني يا دكتور هشام، علني يا دكتور هشام. اين المصانع من كده؟ نلم لو انا الاكسبايرد. انا اطالب. تمام. بس حضرتك بتقولي دي شركات مصريه واجنبيه. رئيس الوزراء حفاظا على حياه المصريين انه يلزم الشركات اللي بكره الصبح يرجع، والشركات هتلتزم لو رئيس الوزراء كده. طب يا فندم يا دكتور علي، دي شركات مصريه بس ولا اجنبيه بس؟ الاثنين يا فندم. بص حضرتك، الشركات الاجنبيه في مصر هنا بتفرض شروط في الارتجاع، النسب. طيب دي الشركات الاجنبيه، طب الشركات المصريه؟ المستورد، الشركات الوطنيه الكبيره. انا عايز اسال الدكتور هشام سؤال. اين رئيس غرفه صناعه الدواء من ارتجاع اكسباير في شركته؟ صح. هل الراجل ده بعد وقال انا موافق على الوش اوت؟ ده لم يحدث، ده رئيس الغرفه اللي هو. طب ناخد اجابه يا فندم، خليك معايا دكتور هشام. المفروض انه موافق ولا موافق؟ الاتفاقيه ما نفذش. بيقول لحضرتك موافق يا دكتور علي. ما نفذش يا فندم. وما نفذش. ما نفذش. طبعا انا بقول لحضرتك كلام موثوق فيه. لم ينفذ. شركات الادويه الكبرى اقوى من وزاره الصحه واقوى من الاداره المركزيه. تؤمن على ده دكتور علي؟ ايوه. وانا بقول لحضرتك مصر للاسف صناعة الدواء فيها رايحة في 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 اتجاه الاحتكاري 100% من 1/10/2015. مصر دخلت في عصر احتكار الدواء بتطبيق قرار 425 بفعل فاعل. طيب فكرة يا فندم الدكتور ماهر الدمياطي كان بيتكلم على فكرة نرفع نسبة المرتجع. يا فندم رفع نسبة المرتجع، هل شاف ان الشركات دي عندها نية ترفع نسبة المرتجع؟ أول حاجة تتعمل بدون أي شروط، ورئيس الوزراء بكرة الصبح. تمام. يقول له زي ما رئيس الوزراء وافق على زيادة 20% في الأدوية يوافق يجبرهم على زيادة المرتجع. يا فندم تمام. يبقى في عندك علمالة
نبيع ونشتري دواء منتهي الصلاحيه على الفيسبوك. لا حول ولا قوه. مين يتحمل هذه المسؤوليه؟ طيب مين يتحمل تدوير الادويه دي؟ اشكرك دكتور علي، اشكرك دكتور علي. الاستاذ هشام، وده اخر اتصال. استاذ هشام وعليكم السلام، ارجوك في عجاله لو سمحت يا فندم. جوبلز، رئيس جوبلز اللي كان ماسك الدعايه لنظام هتلر، كان بيقول عندما اسمع كلمه مثقف اتحدث بمسدس. احنا كلنا دلوقتي بقينا عندما نسمع كلمه فقير او محدود تحت مريض مصري مش لاقي الدواء نتحسس مسدس. كل بيتكلم باسم المريض الغلبان والمريض التعبان وان طب قول لي تجربتك مشكلتك يا استاذ هشام ارجوك باختصار. برفع سعر الدواء يا فندم كان السبب فيه محدود الدخل وتشغيل خطوط الانتاج الواقفه في شركات قطاع الاعمال وغسيل السوق من الادويه منتهيه الصلاحيه. حضرتك صيدلي. كان قرار كل اللي اتاخد منه زياده الاسعار يا فندم. بالظبط. الو. ايوه مع حضرتك. زياده الاسعار يا فندم وما تاخدش منه لا الوش اوت ولا تاخد غسيل السوق من الادويه منتهيه الصلاحيه. وكان من ضمن مصوغات القرار توفير الاصناف مظبوط في خلال 3 شهور وما حصلش. وده ما حصلش. تمام. تمام. رابطة الموزعين يا فندم هي اللي بتجيب الدواء من الشركات المصنعة والمستوردة وبتعمل تحادث ما بين الصيدلي وما بين تلك الشركات. طيب وهي طيب خليني المنتجات وتحطها في جيبها يا فندم. مين اللي بيحط في جيب مين؟ في جيب رابطة الموزعين. محدش لحد دلوقتي من الصيادلة معروف هامش ربح الصيدلي يا فندم في سوق الدواء. طيب. مش معروف. طيب. طب خليني جميل دكتور هشام اشكرك كمان شكرا جزيلا. دكتور ثروت، دكتور هشام ثروت، ده كلام خطير جدا، ارجو الرد فعلا. واضح ان شركات الادويه خصوصا الكبرى فوق 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 مستوى القانون. استاذ عمرو دلوقتي احنا عملنا لجنه لغسيل السوق وقعدنا جميع الاطراف زي ما الدكتور علي كان عضو فيها واخد بالك ومشي غسيل السوق وعمل اتفاقيه في منتهى الجمال لما هتشوفها بنودها موجوده في النقابه يا فندم. مفيش تطبيق بيقول لحضرتك المصانع مش عايزه تاخد المنتج. اثار النقطه الاهلي دكتور ماهر دي من الاول حايلينها مش محتاج غسيل سوق، يعني لو في فواتير اي حاجه هترجع بدل في فواتير. تمام. انما النقابه كانت عايزه غسيل من غير فواتير، قلنا حاضر هنعمل هذه المرحله من غير فواتير. اه يا فندم النقابه عايزه غسيل من غير فواتير لان انا عندي كميات كبيره جدا متراكمه. تمام. عنده فواتير بيراجع اي كميات. سؤالي لحضرتك ليه الشركات يا فندم عنده فواتير بيراجع اي كميات؟ تمام ماشي يا دكتور. ليه الشركات الكبيره رفضت انها تستقبل المرتجع؟ لان ليس لها رابع. ليه يا دكتور؟ الكلام العام ده مش حقيقي، مش كل الشركات. ازاي يا دكتور؟ يعني دكتور يعني دكتور علي متجني، دكتور هشام متجني، دكتور جورج متجني. مش عايز اقول ضيوف الكرام كلام متجنيين على الشركات. دكتور هشام يعني شركات الادوات كلها. احنا ما قلناش كل الشركات، احنا ما قلناش كل الشركات، في شركات محترمه من قبل الوش اوت هي بتلتزم انها تسمى نسمي اسامي شركات ايبكو فاركو خدوا مرتجعات. مين اللي بيرجعش يا دكتور؟ ايبكو بتاخد اكسباير من قبل الوش اوت وليها جهاز للتوزيع خاص بيها وما عندهاش مشكله. تمام. لكن حضرتك رئيس غرفه صناعه الدواء لديه شركه انتاج ادويه ولديه شركه توزيع ما خدش اكسباير خالص اللي المفروض ان هو ماضي الاتفاقيه مع نقابه الصيادله. لازم نبقى فاهمين ان ما دام ما فيش قانون رادع للشركات في عدم سحب الادويه من التصنيع الصلاحيه المشكله مش هتتحل. سياده النائب انا سالته بره دلوقتي، سياده وزير الصحه كان موجود في لجنه الصحه من حوالي اكتر من 3 شهور ووعدهم باصدار قانون لسحب الادويه منتهيه الصلاحيه ولم ينفذ حتى الان. يا استاذ مين المسؤول عن الموزعين؟ يا استاذ عمرو انا هقول الكلام اللي انا مسؤول عنه. اتفضل. واخد بالك انا مقرر لجنه غسيل السوق. اه. طلبت في اخر اجتماع من الدكتور محي عبيد يبعت لي قوائم بالشركات اللي مش عايز تاخد غسيل سوق. وطلبتها مرتين ثلاثه ولم ترسل. وقلت له ابعتها لي وانا هتصرف وانا هتكلم معاهم واشوفهم. احنا بنمثلهم. طيب معايا دكتور محي عبيد. طيب معايا السيد نقيب الصيادله دكتور محي عبيد. دكتور محي مساء الخير يا فندم. سلام بحضرتك وبالساده المشاهدين وبضيوف حضرتك الكرام الدكتور هشام والدكتور ماهر والدكتور عصام والدكتور جورج. طيب تعليق حضرتك يا فندم كده بشكل واضح وصريح، هل فعلا شركات الادويه بعض من شركات الادويه الكبرى عشان دكتور حجر ما يزعلش بترفض يا فندم انها تسترد المتبقي ومنتهي الصلاحيه؟ احنا بدايه احنا دوله غريبه لا يوجد قانون او قرار وزاري ينظم العلاقه ما بين الموزع والمنتج والصيدلي. اذا الامر عشوائي. الإدارة. احنا لما قعدنا مع كان دكتور ماهر دمياطي بيتحدث عن الاداره فعلا.
أيوة. الأمر عشوائي، لا يوجد قرار وزاري أو قانون ينظم العلاقة. أنا لما باجي أرجع دواء النهاردة للشركة بتقول لي لا الشهر ده أنا مش هاخد، الشهر الجاي أنا هاخد. قعدنا مع أطراف المنظومة وقلنا في هناك اتفاقية من حيث وطن أن نجعل مصر خالية من الأدوية منتهية الصلاحية، حماية للمريض اللي احنا تحملنا الأمانة. قلنا لابد أن تكون مصر دولة خالية من الأدوية منتهية الصلاحية، وعملنا اتفاقية وثم جلسنا وكانت اتفاقية أكثر من رائعة، ولكن لم تنفذ بواحد في المية. ليه؟ لأن أكثر من 90% من الشركات تقول لك أنا مش هاخد. 90% من الشركات ده دكتور حجر بيقولي دي نسبة قليلة جدا اللي رفضت. كل الشركات ما فيش حد التزم. الموزع كان بياخد ويعمل برنت اوت ويطبع ويبعت لي الصيدلي ان احنا خلاص هناخد الأدوية بتاعتك. كل الصيادلة اشتكوا ان الاتفاقية فاشلة، مش فاشلة في بنودها، فاشلة لانه لا يوجد يعني. بس دكتور حجر شايف غير كده، بالعكس شايف انها كانت ماشية بشكل طيب. لا خالص، فاحنا أنا طلبت دكتور محي يجيب لي قائمة من المنافسين. وهي ان طيب هل حضرتك يا دكتور محي، دكتور حجر بيقول ان هو طلب من حضرتك شخصيا هات لي القائمة باللي منافس وحضرتك ما بعتهاش، انت المسؤول. لا احنا كل مرة كنا بنجيب قائمة، وكان الدكتور ربيع اللي هو مسؤول عن توزيع ابن سينا كان بيتقدم بالقائمة كلها وما كانش بيتم اتخاذ اي اجراء. معلش طيب أشكرك شكرا جزيلا سيادة النقيب، شكرا لحضرتك دكتور محي عبيد. وأخذ تعقيب من دكتور ماهر الدمياط. تفضل أستاذ عمرو. الأول هو كان في مواضيع على درجة عالية جدا من الأهمية، بس طبعا الوقت طبعا خلاص داهمنا على الإطلاق، لكن إذا كنا ننهي هذا الموضوع بما بدأته الحقيقة، إدارة المسألة إزاي، إدارة أزمة إزاي، وأرجو أنه كمان لو في محاولات أخرى عشان يعملوا وش أوت أو أي محاولة أخرى ما تبقاش تنظر للخلف فقط ولكن تنظر الى امام. معقول يا فندم ما فيش قرار وزاري ولا قانون بينظم العلاقه دي خالص؟ لا انت زي ما حضرتك يعني حضرتك شايف زي انا بتكلم حضرتك كاستاذ في هذا المجال، كرئيس جامعه سابق، انا بتكلم بطريقه واحد ريسيرش خبير او خبير في المجال. عشان كده قلت لك كلمه فندم. معقول مصر ما يكونش فيها قرار او قانون ينظم دواء الناس؟ لا مع كل حاجه انت عايز تقعد وتطلع قرار او تقعد وتطلع، ما فيش حاجه ثابته. عشان كده احنا بنقول ان احنا محتاجين الى هيئه للدواء المصري عشان يبقى فيها كود للدواء. في ناس معارضه يا فندم، في ناس واقفه قدام الهيئه. تمام. ده موضوع كبير يعني، ده موضوع عايز حلقه تانية الحقيقه اذا حبيت يعني، ولكن هو ده مش مجاله لان في دقائق قليله اللي باقيه. ولكن عشان ننهي هذا الموضوع بما بداته، لازم يبقى في اداره ولديها تشريع واضح ثابت قائم مطبق على الجميع. والافكار اللي احنا بنقولها من نسبه، لما بقول لك المرتجعات تبقى بنسبه اكبر من 2% او ما فيش نسبه كله يرتجع، بس الصيدلي يلتزم بيريود اوف تايم قبل اكسبيراتوري ديت بفتره معينه، ينبه الشركه ان انا عندي حاجه هتوشك على التوثيق. ايه هو التوثيق؟ التعامل زي بلاد الدنيا كلها بفواتير رسميه في جميع مراحل البيع. ولكن من المصنع في فندم شركات منتجه في شركات منتجه وموزعه الان مش عايزه تاخد، وضربت امثله احنا معانا على الهواء دلوقتي، وناس موجودين في اماكن تنفيذيه في غرف او ما الى ذلك. نعمل ايه في الخطوه دي؟ عايزين اليد القويه بالظبط للدوله. بالظبط زي الاراضي كده، زي نهب الاراضي اللي حصل. الاراضي تجربه ناجحه ارجو انها تستمر، ولكن زي ما بقول في نهايه الامر انت محتاج قرار قوي. حضرتك عايز يد قويه للدوله تدخل وتصلح ده طبعا بكره، حاجه تجبر. قرار يطلع وينفذ تجبر على التنفيذ. سيدي الفاضل، في معظم الاحوال الجلسات اللي بنطلع منها باتفاقيه على وش اوت او خلافه بيطلع الكلام جميل جدا. الورق حلو. انا يهمني قبل ما اخلص القعده دي اقول مين المسؤول عن متابعه الدواء تنفيذه في ليميت التايم، ويقول لي النتيجه بعد الشهر الفلاني اهي وبعد الاسبوع الفلاني. في حد بيقوم بالدور ده يا فندم؟ لو في حد ما لا، بس حاليا حد بيقوم بالدور ده؟ وزاره الصحه بتقوم بيه بشكل غير منتظم وشكل غير متكامل، عشان كده النتائج باينه. تمام. طيب اخد تعقيب اخير بقى. البرلمان مفيش، معقوله يا ساتر مفيش قانون؟ انا عارف ده شغل برلمانات سابقه، ولكن بالنسبه لكم نشكركم على فتح الملف ده بكره واختراقه يعني. هل احنا فعلا قدام الهيئه ولا هنحتاج قانون او قرار وزاري او البعد لسياده الوزير الدكتور ماهر دمياطي يكون فيه يد حاسمه بكره للدوله في الملف ده؟ دلوقتي طبعا احنا الوقت تاخرنا في الوقت خلانا حصرنا المشكله كلها في المنتهيات الصلاحيه. مشكله الدواء اشمل وعام، عمليه خطيره جدا
من الاسعار اللي اتكوى بيها الغلابه، من عدم توفير الدواء رغم زيادته النقص. من وين كتير جدا عدم وجود الادويه رغم زياده الاسعار اللي بتكوي الغلابه. عامل اكبر زي ما قلت لك، احنا فعلا بكره هيكون في وقفه وان شاء الله هيكون في قرارات هترضوا عنها بالنسبه دي، وده اللي بيخلينا هترفعوا يا فندم. هل ممكن ترجعوا في ال 20% الزياده عشان هم ما وفوش بالوعد وزودوا الادواء او جابوا الادواء الناقصه؟ مش عايزين نسبق الاحداث، احنا عايزين نقول هنتباحثها من كافه النواحي، انما لا اقدر اقوله النهارده الحاجه ملحه جدا 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 لخروج هيئه الدواء المصري للضوء. هيئه الدواء المصري المسؤول عن كل حاجه، تنظيم العمليه الدواء بالكامل بما فيها الادويه البيطريه، بما فيها المبيدات الزراعيه، بما فيها المستلزمات الكوزموتكس نفسها والتسعير، شامله كل حاجه. معروف بقى مين بيتحكم في الدواء، هتمنع بير السلم، صناعه بير السلم، هتمنع التوزيع، هتمنع اعاده التدوير مره اخرى، وان شاء الله هيكون في قرارات حاسمه بكره باذن الله، وان شاء الله نبلغك بها باذن الله بكره على التليفون مع سيادتك إن شاء الله. طبعا ولكن دكتور حجر، هل الادويه الناقصه اللي كانت المهله 3 شهور تنتهي كمان يومين ثلاثه، هل تم توفير الادويه الناقصه يا فندم عشان الزياده ال 30% تحصل؟ انا اختصر في كلمتين كده، الشركات كلها بتتعهد ما فيش حاجه تبقى ناقصه لو الدولار اللي هي طالبه توفر واتفتح لها اعتمادات الخامات. انا بس بجيب من الاخر، لان احنا كنا يوم الثلاث اللي فات في الشعبه مش عايز اقول شماعه، اتجمع حوالي 70 شركه، مش عايز اقول شماعه، تعهدوا ان لو كل حاجاتهم المطلوبه للخامات جت مش هيبقى في دواء ناقص في مصر في انتاج شركه مصري. وانا بقول تعهد على الهوا، الشركات المصريه كلها بتتعهد ما يبقاش في دواء ناقص لو كل طلباتها من الخامات جت. ما فيش اكتر من كده، هينتج منين؟ هينتج بايه؟ النهارده في حاجه في بدا موردين يوقفوا التعامل مع الشركات بالكامل، لان تراكمات على فترات النهارده وصلت لمبالغ ما يقدروش يدوهم خلاص تاني. يعني دلوقتي الشركات المصريه يعني كلهم، بس لو خدنا الخط على استقامته، معنى كده ان ممكن نقص الادويه يزيد اذا المصيبه زادت، انما اذا اتحلت ان شاء الله. خد بالك البنك المركزي بيوفر لمصانع الدواء بس مش احتياجاتهم كامله، وعشان كده النهارده بقى في بند في النواقص بيطلع انها غير كافيه، يعني في دواء موجود بس غير كافي لاحتياجات السوق، ولكن مش زي ما السوق عايز. ولكن حضرتك شايف ان ده مبرر ان يكون عندي نسبه العجز بالشكل ده؟ هو الاساس في هذه المشكله النهارده. هل حضرتك شايف ان في 200 صنف على الاقل من الادويه الناس محتاجاها، و1124 الف صنف تاني 1124 صنف ناقص، 2000 صنف ناقص، 2000 صنف لا اقل من كده، 2000 صنف، لا 2000 طب 2000 وشويه كمان. تمام، بس هيزيدوا بس حضرتك شريطها بالدولار، مش كل الخامات اللي بطلبها بتيجي. طب احنا خايفين هو كده بيتقل العجز يزيد، ممكن يزيد طيب. فعلا لو ما اتحلتش المشكله هيزيد، ممكن يزيد طبعا. بص حضرتك، هو المشكله اللي احنا دايما الشماعه اللي احنا بنرمي عليها الدولار سعره اتغير او الدولار مش متوفر، تمام، لكن احنا ما بصيناش حل دي ايه. يعني احنا حتى لما قلنا زياده سعر الدواء بنسبه 20% تمام. ممكن السنه الجايه يقعدنا برضو في نفس المشكله لان الدولار سعره اتغير، فاحنا محتاجين نغير سعر الدواء تاني. قلنا حل المشكله نقطتين ما لهمش تالت، هيئه الدواء المصري تمام. هي المسؤوله عن كل دواء، والحاجه الثانيه انشاء مصانع مواد خام. احنا مش اقل من الهند، واحنا مش اقل من الصين تمام. واحنا مش اقل من الدول اللي بدات بعدينا بكتير. تمام، اشكر حضرتك. تعقيب اخير من دكتور انا بس يعني عشان ده مثل اخر من كيفيه دراسه الامر قبل اصدار قرار صح. او قانون. الحقيقه الرد اللي بيقوله الدكتور هشام في جزء من الحقيقه، موضوع الدولار كويس، بس ده كان غايب عن متخذ القرار ولا لا لتحديد الثلاث شهور. ايوه فهمت. نمره 2، حتى لو توفر الدولار انا اسال حضرتك بامانه شديده، الثلاث شهور كافيه لاعاده السوق الى طبيعته لا. وانتاج المنتجات اللي هي مطلوبه منكم تطلعوها في الثلاث شهور ولا بنسبه كبيره مور. بنسبه كبيره، بس طبعا في حاجات لا مش كفايه، في حاجات مش طبعا هدف هو كان يعني كان الكفاءه هو الهدف التحريك اكتر من التوفيق. الاجراءات صح كده، الاجراءات تاخد اكتر من ثلاث شهور عشان طبعًا. تعمل المنتج ده طبعا. وفي النهايه الاسعار اتحركت والدواء الناقص ما جاش. ده تفاصيل للدراسه. اشكر حضراتكم الاستاذ الدكتور ماهر دمياطي، شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتني يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك. اشكر سياده النائب دكتور عصام القاضي عضو لجنه الصحه في مجلس النواب، شكرا جزيلا. شكرا. وربنا يقويكم بكره ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور جورج عطله عضو مجلس نقابه صيدله مصر، كل الشكر لحضرتك. وشكرا جزيلا دكتور هشام حجر رئيس شعبه الادويه بغرفه صناعات الادويه باتحاد الصناعات، شرفتني دكتور حجر. شكرا جزيلا حضرتك. شكرا موصول لحضراتكم، نشوفكم بكرة إن شاء الله على خير، إلى اللقاء.